بعيدا عن التكسب والمبالغة في الأسعار، في جامعة الجميع الذكية، أحدث جامعات الجيل الخامس في العالم العربي، تقدم التعليم عن بعد بنسبة 100% وبأسعار هي الأقل، والتي يمكن أن تصل إلى $0 مع منح درجة البكالوريوس المجانية. الأمن السبراني، أحدث تخصصات المستقبل، التخصص الأول في مجال تقنية المعلومات، مرونة عالية في الحضور، كادر أكاديمي وإداري على أعلى مستوى، أحدث تطبيقات التعليم الإلكتروني والاتصال، والأهم من ذلك اعتمادات دولية ومهنية تعزز من جودة مخرجاتها وتشجع الجهات على استقطاب خريجيها. لا تضيع وقتك أو تتردد، فجامعة الجميع الذكية هي مستقبل التعليم العالي. لكنكم تخرجتوا لأنكم الأميز والأحق والأجدر في هالمقعد، وهو مقعد بلا شك مقعد فاخر، مقعد العلم والمعرفة. فاستمتعوا اليوم، افرحوا، افرحوا مع أهلكم. لكن الرحلة ما انتهت، الزمن متهم باللحظات السعيدة زي لحظاتكم هذا. المهم انكم تدركون زين ان النجاح يتحقق اولا بالنية الصحيحة السليمة، ثانيا بالجهد. احنا شعارنا قبل نتحدى، شعارنا اليوم نتحدى، وشعارنا بالمستقبل ايضا نتحدى. من السعودية، من مصر، من لبنان وفلسطين وسوريا والجزائر والسودان وأكثر من 20 دولة حول العالم،
آلاف الطلبة يدرسون في أقوى برامج الإدارة في العالم العربي، يتطلعون إلى قيادة مجتمعاتهم وبناء أوطانهم من خلال ما يحصلون عليه من معارف وما يكتسبونه من مهارات، بعيداً عن التكسب والمبالغة في الأسعار. في جامعة الجميع الذكية، أحدث جامعات الجيل الخامس في العالم العربي، تقدم التعليم عن بعد بنسبة 100% وبأسعار هي الأقل، والتي يمكن أن تصل إلى $0 مع منح درجة البكالوريوس المجانية. الأمن السبراني، أحدث تخصصات المستقبل، التخصص الأول في مجال تقنية المعلومات، مرونة عالية في الحضور، كادر أكاديمي وإداري على أعلى مستوى، أحدث تطبيقات التعليم الإلكتروني والاتصال، والأهم من ذلك اعتمادات دولية ومهنية تعزز من جودة مخرجاتها وتشجع الجهات على استقطاب خريجيها. لا تضيع وقتك أو تتردد، فجامعة الجميع الذكية هي مستقبل التعليم العالي. لكنكم تخرجتوا لأنكم الأميز والأحب والأجدر في هالمقعد، وهو مقعد بلا شك مقعد فاخر، مقعد العلم والمعرفة. فاستمتعوا اليوم، افرحوا، افرحوا مع أهلكم. لكن الرحلة ما انتهت، الزمن متهم باللحظات السعيدة زي لحظاتكم هذا. المهم انكم تدركون زين ان النجاح يتحقق اولا بالنية الصحيحة السليمة، ثانيا بالجهد. احنا شعارنا قبل نتحدى، شعارنا اليوم نتحدى، وشعارنا بالمستقبل ايضا نتحدى. ما
من السعودية، من مصر، من لبنان وفلسطين وسوريا والجزائر والسودان وأكثر من 20 دولة حول العالم، آلاف الطلبة يدرسون في أقوى برامج الإدارة في العالم العربي، يتطلعون إلى قيادة مجتمعاتهم وبناء أوطانهم من خلال ما يحصلون عليه من معارف وما يكتسبونه من مهارات، بعيداً عن التكسب والمبالغة في الأسعار. في جامعة الجميع الذكية، أحدث جامعات الجيل الخامس في العالم العربي، تقدم التعليم عن بعد بنسبة 100% وبأسعار هي الأقل، والتي يمكن أن تصل إلى $0 مع منح درجة البكالوريوس المجانية. الأمن السبراني، أحدث تخصصات المستقبل، التخصص الأول في مجال تقنية المعلومات، مرونة عالية في الحضور، كادر أكاديمي وإداري على أعلى مستوى، أحدث تطبيقات التعليم الإلكتروني والاتصال، والأهم من ذلك اعتمادات دولية ومهنية تعزز من جودة مخرجاتها وتشجع الجهات على استقطاب خريجيها. لا تضيع وقتك أو تتردد، فجامعة الجميع الذكية هي مستقبل التعليم العالي.
لكنكم تخرجتوا لأنكم الأميز والأحب والأجدر في هالمقعد، وهو مقعد بلا شك مقعد فاخر، مقعد العلم والمعرفة. استمتعوا اليوم، افرحوا، افرحوا مع أهلكم. لكن الرحلة ما انتهت، الزمن متهم باللحظات السعيدة زي لحظاتكم هذا. المهم انكم تدركون زين ان النجاح يتحقق اولا بالنية الصحيحة السليمة، ثانيا بالجهد. احنا شعارنا قبل نتحدى، شعارنا اليوم نتحدى، وشعارنا بالمستقبل ايضا نتحدى. من السعودية، من مصر، من لبنان وفلسطين وسوريا والجزائر والسودان وأكثر من 20 دولة حول العالم، آلاف الطلبة يدرسون في أقوى برامج الإدارة في العالم العربي، يتطلعون إلى قيادة مجتمعاتهم وبناء أوطانهم من خلال ما يحصلون عليه من معارف وما يكتسبونه من مهارات، بعيداً عن التكسب والمبالغة في الأسعار. في جامعة الجميع الذكية، أحدث جامعات الجيل الخامس في العالم العربي، تقدم التعليم عن بعد بنسبة 100% وبأسعار هي الأقل، والتي يمكن أن تصل إلى $0 مع منح درجة البكالوريوس المجانية. الأمن السبراني أحدث تخصصات المستقبل، التخصص الأول في مجال تقنية المعلومات، مرونة عالية في الحضور، كادر أكاديمي وإداري على أعلى مستوى، أحدث تطبيقات التعليم الإلكتروني والاتصال، والأهم من ذلك اعتمادات دولية ومهنية تعزز من جودة مخرجاتها وتشجع الجهات على استقطاب خريجيها. لا تضيع وقتك أو تتردد، فجامعة الجميع الذكية هي مستقبل التعليم العالي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام. الحمد لله الذي علم القرآن وزين الإنسان بنطق اللسان وعلمه بالقلم ما لم يكن يعلم، وصلاة وسلاما على نبيه العدنان وعلى آله وصحبه خير الأنام. الحضور الكرام، زملائي الطلبة والطالبات الأعزاء، أهلا بكم وسهلا في مستهل اليوم التوجيهي
للفصل الدراسي خريف 2022 و2023. كل عام وأنتم بألف خير وعاما دراسيا سعيدا. اليوم مليء بالمعارف والمعلومات المفيدة، فسوف نتعرف على كوكبة من السادة أعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري بالجامعة للتعرف على خطى سير العملية التعليمية بالفصل الدراسي. فأهلا وسهلا بكم جميعا في مستهل يومنا الكريم. والآن نبدأ يومنا مع آيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم. الله استغنى إن إلى ربك الرجعى. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق رب العزة والجلالة. أما الآن فنحن بصدد كلمة ترحيبية من عميد كلية الإدارة الأستاذ الدكتور أحمد محمد أحمد، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة المستشار ناصر المحميد رئيس مجلس إدارة الجامعة، الدكتور عبد الرحمن المحميد رئيس الجامعة، أعزائي الطلبة والطالبات طلاب جامعة الجامعة الزكية، أسرة كلية الإعلام وكلية الإدارة من السنة أعضاء هيئة التدريس والفريق الإداري والتقني، مع بداية إشراق عام دراسي جديد يطيب لي أن أتقدم لكم بأطيب الأمنيات بعام دراسي مكللا بالنجاح يحمل في طياته الأمل بمستقبل مشرق. كما يسعدنا أن نرحب بأعزائنا الطلبة والطالبات الجدد لمرحلة البكالوريوس والماجستير الذين تتشرف الجامعة باستقبالهم لأول مرة ليصبحوا جزءاً لا يتجزأ من نسيجها. بكل فخر وسعادة أرحب بكم في هذا الصرح العلمي المميز في كافة مجالات وتخصصات الإعلام والإدارة وإدارة المشاريع وإدارة المخاطر منذ الإنشاء وحتى الآن لدفع مسيرة كلياتها المميزة نحو مزيد من التطور والرقي.
إن الطالب هو محور شغلنا الشاغل، وهو محور العملية التعليمية وثمرتها وغاية وجودها وإعداده لمواجهة الحياة وتحدياتها في الحاضر والمستقبل، وهو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه كلياتكم العريقة. وعليه فإن استراتيجيتنا تهدف إلى إعداد خريج مزود بالمعارف النظرية ولديه القدرة على توظيفها في بناء ذاته وتنمية مجتمعه. ولتحقيق ما سبق، فإن كليتكم تتميز بما لديها من هيئة تدريسية ذات كفاءة عالية يشار إليها بالبنان في كل مكان، تعمل بروح الفريق وفي القلب فريقها الإداري والتقني يعمل بكل جد وتفان من أجل مساعدة الطلاب ودارس الجامعة وتذليل العقبات أمامهم. وأكرر كل الشكر للإدارة العليا بالجامعة ولأسرة كلية الإعلام وكلية الإدارة، أساتذة وإداريين وتقنيين وكل منتسبي الجامعة فردا الذين لا يألون جهدا ولا يدخلون وقتا للوصول بنا إلى المكانة المرموقة بين جامعات الجيل الخامس في العالم بأكمله. وإنني على يقين تام وثقة مطلقة في تضافر جهودكم لخدمة مجتمع الجامعة. وفقنا الله وإياكم إلى طريق التوفيق والنجاح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقكم العلم النافع وأن ينفع بكم البلاد والعباد، مع خالص الأمنيات بعام دراسي جديد، وكل عام وحضراتكم بخير. أما الآن فنحن مع موعد مع التعرف بالسادة أعضاء هيئة التدريس. أولاً نبدأ بالأستاذ الدكتور عبد الله الحلواني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلاً وسهلاً بكم في اليوم التوجيهي بفصل خريف 22-23. طبعاً التحية موجهة لجميع منسوبي الجامعة وسعادة أعضاء التدريس ولجميع الطلاب المستجدين والقدامى. طبعاً في عجالة أنا حاب صراحة أحاول أوجه كلمتي للمستجدين القدامى، خلاص ما شاء الله تبارك الله، يعني خلاص ركبوا الموجة زي ما يقولوا. يعني المستجدين الجدد، كلمة دائما اللي أقول لكم هي يعني أنا عارف إنه حيكون في عندكم تخوف أو يعني رهبة من الأمر الجديد، وهذا بحكم طبيعة الأشياء. يعني أنتوا الآن بتواجهوا مرحلة جديدة بعد فترة انقطاع أو يعني مرحلة جديدة في الدراسة. اللي أحب أقول لكم هو لا تخافوا، يعني ما شاء الله تبارك الله إحنا دكتور محمد هنا معانا تخرجت 4 دفعات 3 دفعات الآن دكتور الغلطان، وإن شاء الله البكالوريوس عما قريب حيكون في عندنا دفعة. فيعني ما شاء الله عددنا كم دكتور؟ 5000 طالب ما شاء الله، الصلاة على النبي يعني أحسن زي ما يقولوا، فإنتوا قدها إن شاء الله. لكن عشان تتغلبوا على الخوف ده، الجامعة عملت لكم اليوم التوجيه ده، في برضو عاملين لكم محاضرات تعريفية في كل مادة، ركزوا فيها، يعني شاهدوها بتمعن، حتلاقوا كثير إذا لم يكن كل الإجابات اللي أنتوا يعني الأسئلة تدور في بالكم حتلاقوها موجودة في المحاضرات التعريف الخاصة بالمادة. ما شاء الله أبواب الجامعة مفتوحة، يعني جزاهم الله خير، نظام متكامل لاستفساراتكم للدعم فني أو لإرشاد أكاديمي. لكن الطلب الوحيد منكم صراحة هو الالتزام. أنتوا دخلتوا على مرحلة فنجب أن نلتزم بكل ما يحتاجه يعني إكمال هذه الرحلة. الالتزام، العمل الدائم، يعني تنظيم الوقت مفتاح النجاح. هو بصراحة ما أكذب عليكم، نظم وقتكم، ونستعير كلمة ست الكل يعني جزاها الله عنها خير الدكتورة سارة، yes we can do it, you can do it، مدام في غيركم سواها إنتوا إن شاء الله تقدروا تسووها. وتمنياتي ودعواتنا لكم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله، وربنا يعينكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأيضا نستمع لكلمة من الدكتور مجدي الحاج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع بدءا من إدارة الجامعة وأعضاء التدريس والإداريين والطلاب الجدد والقدامى في كليتي الإدارة والمعلوماتية
وأشيد بالجهد المبذول من إدارة الجامعة لإخراج عملية تعليمية ذات جودة عالية. معكم دكتور مجدي الحاج من السودان، وإن شاء الله هكون معكم في مقررين هما إدارة Principle of Management، مبادئ الإدارة، ولمرحلة الماجستير إدارة التسويق. النظام التعليمي في جامعة الجامعة الزكية نظام سهل وميسر ومصمم للاستفادة القصوى من التكنولوجيا والتعلم الإلكتروني. فزي ما ذكر الدكتور عبد الله الحلواني الله يجزيه خير، إنه الناس تلتزم، والنظام كله مصمم لمساعدة الطالب يعني ياخذ اكبر قدر من المعلومات بالجوده المطلوبه في يعني محاضرات، وسواء لقاء زوم او غيرها من طرق التواصل مع الدكاتره. مرفق لكم كل شيء في المحاضرات التوجيهيه، واذا استعصت على الطالب اي يعني استفسارات ممكن يتواصل مع الدكتور على الايميل أو في حلقات النقاش. أتمنى لكم التوفيق والسداد، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدكتور محمد عويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. معالي المستشار ناصر المحاميد، سعادة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن المحاميد، سعادة الأستاذ أحمد المحاميد المشرف العام على كلية الإعلام، سعادة الأستاذ الدكتور محمد أحمد عميد كلية الإدارة والاقتصاد، الزملاء أعضاء هيئة التدريس بكلية الإدارة والاقتصاد وكلية الإعلام، أهلا وسهلا بحضراتكم. الزملاء في الهيئة الإدارية، طلابنا الأعزاء، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. معكم الدكتور محمد عويس، أستاذ الإعلام الرقمي المشارك بكلية الإعلام جامعة الجامعة الزكية. نسعد بكم إن شاء الله في برنامج ماجستير الإعلام الرقمي هذا العام، ويسعدنا كذلك يعني تدريس مكرر ثقافات وسائل الإعلام الجديد، وإن شاء الله يعني تحصلون على الكثير من المهارات في هذا المقرر، من مهارات التعامل مع الميديا الرقمية، وكذلك التعرف على كل الأدوات والأساليب في التعامل مع المحتوى والوسيلة، وكذلك مع أنماط الجماهير المختلفة. بكل تأكيد الجامعة توفر الكثير من الأدوات والوسائل للتواصل مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب. إن شاء الله سيكون لدينا تواصل عبر المحاضرات المسجلة، وكذلك عبر المحاضرات أو حلقات النقاش التي تجمعنا بيننا وبينكم أسبوعيا بمشيئة الله. إن شاء الله في برنامج الماجستير الرقمي لدينا الكثير من المقررات التي تلبي احتياجات سوق العمل في مجال الإعلام الرقمي، وهو أحد المجالات الأكثر طلباً في سوق العمل، لأنه يوفر الكثير من متطلبات هذا السوق في مجالات الكتابة الإبداعية، وكذلك المونتاج الرقمي وإعداد المحتوى الرقمي لكافة وسائل الإعلام، وكل الشركات التي لديها حاجة من المحتوى الرقمي بكافة أشكاله وأنماطه. نسعد بكم إن شاء الله في هذا الكورس وهذا البرنامج، وتحياتي لجميع الزملاء وجميع الطلاب، وأتمنى لكم عام دراسي موفق، وإن شاء الله نلتقي بكم قريبا بإذن الله. تحياتي وشكرا لكم. الدكتورة شيرين كدواني. السلام عليكم، صوت واضح؟ نعم واضح. تمام، شكرا. يعني في البداية طبعا بيشرفني طبعا الانضمام إلى جامعة الجامعة الذكية، و
ان شاء الله نكون عند حسن ظن قيادات الجامعه فيما يتعلق بتخصص الاعلام الرقمي، فهو بطبيعه الحال من التخصصات المطلوبه جدا مع تحول معظم الانظمه المختلفه نحو التحول الرقمي او الديجيتال ترانسفورميشن. من خلال الماده دي ومن خلال عامه الاعلام الرقمي ككل، برنامج بيستهدف تزويد الطلاب بالمعارف النظريه والمهارات العملية المرتبطة بالإعلام الرقمي بمختلف منصاته، واللي بتتيح إن شاء الله لخريجين البرنامج إن هم يلتحقوا بإدارات الإعلام في المؤسسات المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة، أو إن هم كمان يأسسوا منصات إعلامية خاصة بهم سواء كانت مواقع إخبارية أو مدونات أو بودكاست أو صفحات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. إن شاء الله من خلال مادة مقدمة في الإعلام الرقمي يكون معاك، واللي تمثل نقطة البداية اللي هندرس من خلالها يعني البيئة ككل اللي بيعتبر الإعلام الرقمي جزء منها، وهي البيئة الرقمية بمختلف أشكاله والاقتصاديات الخاصة بالإعلام الرقمي والجوانب الإدارية والجوانب المهنية المختلفة. وبإذن الله مع نهاية هذا البرنامج تكون نظرتكم وطبيعة استخداماتكم حتى لوسائل الإعلام الرقمية اختلفت تماما من خلال ما ستكتسبوه، وبتمنى لكم جميعا كل التوفيق والسداد. شكرا جزيلا. الدكتورة مهيتاب الرافعي. دكتورة مهتاب، دكتورة دكتورة هل حضرتك سامعانا؟ كده صوت مسموع يا دكتور؟ مسموع، اتفضلي دكتوره. يعني كل اللي انا قلته مش مسموع، ابدا من الاول؟ بالظبط كده دكتوره. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته للاداره العليا، زملائي الاعزاء من الاكاديميين والاداريين، طلابي وطالباتي، طلاب جامعه الجامعه الذكيه. أعرفكم بنفسي، أنا الدكتورة مهيتاب الرافعي، سأتعرف معكم إن شاء الله في برنامج ماجستير الإعلام الرقمي. سوف أدرس لكم مادة ريسيرش ميثود، وهي مادة طرق البحث العلمي، وهي مادة غاية الأهمية لكل من يريد أن يستكمل درجة الماجستير ومن بعدها الدكتوراه. بتساعدنا إن إحنا نتعلم الطرق الصحيحة لإعداد البحث العلمي، وسوف يكون لنا لقاء أسبوعيا من خلال حلقات النقاش الأسبوعية التي يساعدني أن ألقاكم بها. كما أسعدني وشرفني أن أرحب بكم اليوم ترحيبا خاصا في مستهل هذا العام الدراسي الجديد الذي نتطلع فيه إلى مزيدا من العمل المثمر والجاد من أجل بلوغ الأهداف التي اجتمعنا من أجلها في صرحنا العلمي المتميز الهام جامعة الجميع الذكية. أتمنى من الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لتأدية مهامنا على الوجه المطلوب، حيث أن قوة البدايات دليلا لا يقبل الشك على عظمة النهايات، وليحرص كل طالب وتحرص كل طالبة على بدء العام الدراسي بهمة عالية. وأسأل الله تعالى أن يكون التفوق والتميز هو دربكم في هذا العام الدراسي الجديد، لنكون دائما وأبدا في أعلى مراتب التميز والإبداع. طلابي وطالباتي، أدعو الله أن يكمل جهد الجميع بالنجاح، والله خير موفق لنا جميعا. شكرا جدا، وان شاء الله نلقاكم في الحلقات الاسبوعيه، ويكون لنا لقاء ممتدا خلال الاسابيع القادمه. شكرا دكتور محمد، وشكرا للزملاء الاعزاء. شكرا دكتور. الدكتور اكرم علي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. التحية للسادة الحضور
تحية للسادة الزملاء أعضاء هيئة التدريس، تحية للطاقم الإداري، تحية للإدارة العليا، طبعا التحية للسادة الطلاب، نعتبرهم الزملاء يعني. أكلمكم النهاردة إن شاء الله عن تخصص إدارة المشروعات. دايما يعني أنا بقول إن تخصص إدارة المشروعات هو علم وفن تحقيق الأحلام، علم بندرسه نظري وفن لأن إحنا بنتلقاه بالتواتر واكتساب الخبرة. وهو مجال مطلوب جدا جدا جدا، وكل الناس بتتسابق إنها تعمل شهادات متخصصة فيه. وجامعة الجميع يعني من فيها الصبت في الوطن العربي إن هي تهتم بهذا الأمر، زي ما إحنا عارفين إن حتى جوجل أصدرت شهادة خاصة بهذا الموضوع، ومن قبلهم طبعا المعهد الأمريكي PMI أصدر الشهادات المشهورة PMI. في الدراسة الأخيرة للـ PMI بمسمى Project Management Job Growth and Talent Gap ما بين سنة 2017 و 2027 شارك فيها 11 دولة، أمريكا وكندا والبرازيل والمملكة المتحدة وألمانيا والسعودية والكويت والهند والصين واليابان وأستراليا. الدراسة بتتوقع 33% نمو في الجوب ماركت للبروجكت مانجمنت على مستوى 11 دولة، بإجمالي 22 مليون وظيفة جديدة للبروجكت مانجرز في 11 دولة. بالنسبة للسعودية هم متوقعين أن يحصل نمو من 201 ألف ل 228 ألف وظيفة، بالنسبة للكويت من 73 ألف ل 93 ألف. وأنا أعتقد أن الرقمين دول أقل بكثير من الحقيقة، وهم واخدين يعني الخبرات الماضية ومش واخدين في الاعتبار الانطلاقة الكبرى اللي بتحدث في المنطقة يعني. فأنا أتخيل أن الأرقام دي متشائمة، وأن النمو هيكون أكبر من كده بكثير. برضه عايز أشير لحاجة مهمة جدا، إن حصلت في أمريكا في الفترة اللي فاتت في عهد ترامب وأوباما، إن هم أجازوا قانون لتعريف إدارة المشروعات كمهنة. وفي أي مؤسسة حكومية أصبح في وظيفة اسمها Program Management Improvement Officer، وهو الشخص المعني بالبروجكت مانجمنت او البروجكت مانجمنت بروفيشنال زي شركه البي ام بي، هو شخص اكبر بكثير جدا من مدير المشروعات. وده اللي انتوا يا ساده ان شاء الله لما تتخرجوا من عندنا من البرنامج ده هيكون المستوى بتاع التاهيل بتاعكم، ان انتم بتكونوا موجودين في المؤسسات لضمان ان مديرين المشروعات يؤدوا الوظيفه بتاعتهم. الخطر على مستوى ال 11 دوله في الدراسه ان ده لو ده ما حصلش، ان يكون في يعني ان يكون في تحكم من البروجكت مانجمنت بروفيشنالز في اداره المشروعات او في اداره مديرين المشروعات، يهدد ان يحصل خساره في الجروس دوميستيك برودكت او الناتج الاجمالي المحلي ب 208 مليار دولار. فهي امانه كبيره جدا ومهنه مهمه جدا، ومجالها إن شاء الله مفتوح أمامكم والمستقبل كبير جداً جداً. فنتمنى طبعاً من حضراتكم إن أنتم يعني تغتنموا هذه الفرصة، ويكون التحصيل العلمي بشغف كبير جداً، مش بمجرد تحقيق الشهادة، ولكن لهدف أسمى من كده بكثير جداً، وهي المحافظة على القيمة الاقتصادية للناتج المحلي للدول اللي احنا بننتمي إليها، لأن مدير المشروعات أصبحت جزء من الأمن الوطني لأي دولة إن يكون فيها مديرين مشروعات أكفاء. مش هطول عليكم أكثر من كده، أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، وبإذن الله تعالى ربنا يوفقكم. والاجتهاد يعني زي ما وصف دكتور حلواني من قبلي، يعني أكرر على نفسي وأشدد إن أنتم مطالبين بالاجتهاد الشديد، وتكونوا عارفين برضه أهمية الدور اللي أنتم إن شاء الله مطلوب منكم في الحياة في المستقبل بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك دكتور أكرم. الدكتورة ولاء محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم جميعا فردا. معاكم دكتورة ولاء محمد، إن شاء الله هندرس مع بعض في مرحلة البكالوريوس مادة Introduction to Finance، وفي مرحلة الماجستير Financial Risk Management و بروجكت فاينانشال مانجمنت. كل المواد متخصصه في المال والاستثمار،
فان شاء الله تبقى يعني المواد شيقه، بما انه العالم كله بيدور دلوقتي حوالين الرأسماليه، فان شاء الله يكون الموضوع ممتع. طبعا كل الدكاتره يعني كفوا وفوا في الكلام، كل بس اللي انا حابه اضيفه ان حضراتكم بس تهتموا بحلقات النقاش، لانه بالنسبه لي انا اللي بيبقى حاضر حلقات النقاش بيحل افضل كتير، لان احنا بنتناقش في الكلام، وساعات بقول على الاجزاء المهمه ما تعتمدوش بس على المحاضرات المسجله. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور ولاء. الدكتوره مريم الزرقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ هذه الكلمة بترحيب الطلاب الجدد وأهنئهم بالانضمام إلى جامعتنا، كنا جامعة الجامعة الذكية. طبعا لن أنسى المرور على الطلاب القدامى، وأتمنى لهم موسم وترم جديد دراسي جديد ناجح إن شاء الله، خاصة طلابي القدامى. أحيي أيضا كامل الفريق الأكاديمي والإداري والفني الذي لطالما رفقنا خلال هذه المسيرة الدراسية ضمن هذه الجامعة التي جمعتنا كلنا من كل بلاد ومن كل حد من وصوب. أتمنى أحد سعيد للجميع. أقدم نفسي، نسيت، دكتورة مريم الزرقي من تونس، دكتورة في الاقتصاد. سوف أكون مع الفصل الأول إن شاء الله إدارة وإدارة مشاريع في مقرر الانترودكشن تو إيكونوميكس. كهو حظ سعيد للجميع، إن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح للكل يا ربي. شكرا لك دكتورة مريم. نستمع للدكتور بدر القاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. نرحب بالأعزاء الطلاب الجدد والقدامى في جامعة الجامعة الذكية، وأحيي زملائي الكادر الأكاديمي المتميز بجامعة الجامعة الذكية وكل الطاقم الإداري. أحييكم، أنا دكتور بدر القاسم من السودان، أستاذ مساعد. إن شاء الله حكون معكم في تدريس مادتي إدارة الأعمال الدولية International Business Management وإدارة سلاسل التوريد. وأنا أتمنى كما ذكرت الدكتورة ولاء أن الأساتذة قد يعني طافوا بكل الأشياء المتعلقة بالمحاضرات، ولكن لي رجاء خاص بالتزام الطلاب قدر الإمكان بحضور حلقات النقاش، لأنها مهمة جدا ومكملة للفهم العام بالنسبة للمواد، لأنه يحدث فيها نقاش، يحدث فيها تطبيق حقيقي وأمثلة واقعية ما دور في حياتنا الآن. فنحن الآن مثلا في مادة إدارة سلاسل التوريد، العالم كان يعاني من جائحة الكورونا ومن الإشكاليات السياسية والحروب العالمية. فعندما يكون في حلقات نقاش يكون هنالك نقاش حقيقي، ويكون هنالك وضع أمثلة تقرب وتجسر الفهم بالنسبة للطالب. وكذلك إدارة الأعمال الدولية وما لها أهمية الآن على مستوى البيزنس العالمي. مرة أخرى أحييكم وأتمنى لكم عام دراسي سعيد، وإن شاء الله تجدون دائما معكم نساعدكم في كل إشكالياتكم، سواء في الكويزيز سواء في المحاضرات. الإيميلز موجود، التيكتينج موجود، ونحن موجودين إن شاء الله في جامعة الجامعة الذكية. وشكرا لكم كثير. أشكرك أستاذ بدر. الدكتور أيمن المصراوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور أيمن المعصراوي، دكتور مهندس من القاهرة. هدرس معكم إن شاء الله مادتين، مادة إدارة مخاطر المشاريع ومادة إدارة الأفراد والمؤسسات. أول حاجة أنا عايز أهني جامعة الجامعة الذكية وسيادة المستشار والدكتور عبد الرحمن وجميع مجلس الإدارة والدكتور محمد وجميع أعضاء هيئة التدريس وجميع الطلبة اللي اتخرجوا من الجامعة واللي لسه داخلين الجامعة جداد بحصول الجامعة على عضوية AASHE STARS. وبمناسبة حصول الجامعة على AASHE STARS، هي الجامعة فعلا أصبحت ستارز في عالم التعليم في الجامعات الجيل الخامس، ويمكن بعد كمان الجيل الخامس. بتتميز الجامعة بحاجات كتير جدا اللي لاحظتها، أنا بقالي أكثر من سنة تقريبا في الجامعة. أهم حاجة بتميز بقى الجامعة حاليا دلوقتي الدايفيرسيتي. الجامعة فيها مجالات متنوعة جدا من الدراسة، مجال الإعلام، مجال السايبر سيكيورتي، ومجال النتورك، ومجال المخاطر، ومجال إدارة المشاريع، ومجال الإدارة نفسه.
في مجالات كتيرة جدا، فأصبحت الجامعة متنوعة، جامعة شاملة لجميع الدراسة، ومن اسم الجامعة كمان اسمها جامعة الجميع، فأصبحت الجامعة للجميع فعلا، هي بتطبق المفهوم بتاع أو شعار الجامعة اللي هو للجميع في جميع مجالاتها، في البوست تكلفة بتاعت الالتحاق بالجامعة، في أي حد يقدر يلتحق الجامعة، حتى كمان اللي بيقدرش يلتحق الجامعة بيقدر ياخد التعليم بتاعه عن طريق الندوات اللي بتكون متاحة لكل اللي عاوز يتعلم حاجة جديدة في مجالات جديدة. لآخر خالص آخر فترة شفنا مجموعة ندوات، يمكن بس إدارة كلية الإدارة كان إحصائية منزلات جامعة على لينكد إن، أكتر من 21 ندوة تقريبا، كل أسبوع ما بيعديش فيه ندوة إلا ما يكون بيتعمل فيها. أنا نفسي أو جميعنا كمان اللي متابعين أخبار الجامعة بيستفادوا جدا، لأن المجالات شيقة جدا اللي بتعرضها الجامعة. تاني حاجة، الجامعة أصبحت ليدنج ماركت بعد التنوع بتاعها، أصبحت هي الجامعة اللي بتقود المؤسسات المشابهة ليها، بتحط الرولز للسوق، وجميع السيستم بتاعها في كتير بياخدوا منها ويطبقوه، أصبحت رول موديل لأي حد عايز يتعلم نظام التعليم عن بعد واللي موجود. فهي فعلا جامعة الجميع الذكية، هي لجميع الشعب أو جميع الدول العربية، وأخص بالذكر كمان الجامعة كمان كانت مؤسسة في الرياض وبعد كده في دبي، واتعملت الحفلة الأخيرة في القاهرة، فمعناها إن الجامعة مش بتاعة دولة معينة، لا هي بتاعة الكل. أنا هدرس مادتين إن شاء الله، مادة إدارة المخاطر المشاريع، دي ماجستير المخاطر وماجستير إدارة المشاريع، ومادة إدارة الأفراد والمؤسسات ماجستير الإدارة. أشوفكم على خير إن شاء الله بخصوص نظام الدراسة وجميع الزملاء وقفوا وكفوا فيها، أشوفكم على خير. وأنا الميل بتاعي معروف، أي وقت أي حد عايز يتواصل معانا تحت أمره، ما بنبخلش على أي حد بمعلومة حتى لو مش مجال الدراسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك دكتور أيمن المعصراوي. استمع أيضا لدكتور سامي الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، أعرفكم عن نفسي، معكم دكتور سامي الزهراني، أدرس مقررين إدارة المحافظ والبرامج في ماجستير إدارة المشاريع، ومقرر إدارة المخاطر واتخاذ القرار في ماجستير إدارة المخاطر. طبعا أولا أنتهز هذه الفرصة للترحيب بزملائي أعضاء هيئة التدريس الكرام والكادر الإداري والذين على عاتقهم وقف هذا الصرح ويسير إلى الأمام إن شاء الله. ثانيا أهلا وسهلا بطلبتنا الأعزاء في بداية هذا الفصل الدراسي، متمنيا أن يكون عام متميز ومتفوق للجميع. في بداية هذا الفصل الدراسي لدي بعض النصائح للطلبة والتي أتمنى أن تلعب دور في تفوقهم. أول نصيحة، ركز على التعلم لا على الشهادة. كثير من الطلبة يدرسون بطريقة غريبة جدا صراحة، يركزون على الملخصات أو تلخيص الطلبة الآخرين. من وجهة نظري هذه طريقة خاطئة، لأنها لا تقوم بصقل العقل وتطويره واكتساب المهارات، وبذلك لن ينعكس ذلك على قدراتك وأدائك الوظيفي لاحقا، ولن يزيد من قدراتك العقلية وتغلبك على تحديات الحياة. فلذلك حاول أنك تحضر محاضرة كاملة تفهم تناقش في حلقات النقاش. ثاني نصيحة للطلاب، لا تقارن نفسك بالآخرين، دائما قارن نفسك بنفسك، لأنه ببساطة ظروفك تختلف عن الآخرين، بالتالي المقارنات غير منطقية. ثالث نصيحة للطلاب، ابتعد عن المحبطين وركز على أهدافك وأحلامك وستصل بإذن الله. وأخيرا أود أن أذكركم أخواني الطلاب والطالبات أنك أمام فرصة عظيمة للتعلم لن تتكرر مستقبلا، وهي الالتحاق بجامعة الجميع لأسباب كثيرة طبعا، من حيث التنوع في أعضاء هيئة التدريس من كافة الوطن العربي، وهذا يعني تنوع المعلومات والخبرات وطرق التدريس. وأيضا لا ننسى تكلفة الرسوم الدراسية المنافسة والاعتمادات الدولية والمهنية، وفوق ذلك هي عن بعد تناسب كافة الأوقات وأساليب الحياة والموظفين. لذلك استغلوا الفرصة بكل ما أوتيتم من قوة، وعقبال ما نشوفكم خريجين مرفوعين الرأس إن شاء الله. وفي الختام أكرر تمنياتي لإخواني الطلاب والطالبات بعام دراسي جميل ورحلة تعليمية ممتعة مكللة بالتفوق والنجاح، ونشوفكم في المحاضرات القادمة إن شاء الله.
شكرا لك دكتور سامي على هذه النصائح القيمة. نستمع للدكتور وليد سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي المستشار ناصر المحميد الأب الروحي ورئيس مجلس إدارة الجامعة، والدكتور عبد الرحمن المحميد رئيس الجامعة وقائد التطوير، دكتور محمد أحمد عميد الكلية ومنفذ عملية التطوير، الزميلات والزملاء الأعزاء وقود عملية التطوير، الطاقم الفني والإداري، الداعمين الفنيين والإداريين الأساسيين لهذه العملية، طلابنا الأعزاء وهم الهدف الأساسي للتطوير، أهلا وسهلا بحضراتكم في فصل دراسي جديد. في البداية أتمنى لكم كل التوفيق سواء طلابنا الأعزاء الجدد أو طلابنا من القدماء، وإن شاء الله بإذن الله أكون معاكم في مشروع التخرج لمرحلة الماجستير في ثوبه الجديد. عندنا مقرر لي ثوب جديد زي ما اتكلمت من شوية في الكلمة بتاعتي، كل حاجة عندنا قائمة على عملية التطوير. طبعا مما لا شك فيه أنه أصبحت الحاجة إلى البحث العلمي في وقتنا الحاضر في أشدها وفي من أي وقت مضى، يعني حيث طبعا أصبح العالم في سباق محموم للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة المثمرة، وخصوصا فيما يمر به عالمنا اليوم. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، وقبل ما أنهي الكلمة بتاعتي أوصيكم بحضور حلقات النقاش و to be fully committed. الكوميتمنت هنا هيكون مهم جدا في إنجازكم للمهمة المطلوبة، وخالص تحياتي وتمنياتي لكم جميعا بالتوفيق. شكرا جزيلا. شكرا دكتور وليد. نستمع الآن لكلمة دكتور يوسف نتيفة. في الدكتور وليد ليس قبلي، موجود الدكتور وليد؟ دكتور وليد موجود؟ دكتور أنا تحدثت، مش عارف حضراتكم سمعتوني ولا ما سمعتوني؟ لا دكتور سمعنا حضرتك، احنا نقصد الدكتور وليد الليسي. دكتور وليد الليسي. دكتور وليد حضرتك موجود؟ راح أبدأ أنا إن شاء الله. تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير جميعا وأهلا وسهلا فيكم طلاب جامعة الجامعة الذكية. أنا الدكتور يوسف انتيفي، مدرس مقرر Internet and Information Technology للفصل الثاني إن شاء الله للمستجدين. حبيت مسا عليكم، أتمنى لكم التوفيق وأهلا وسهلا فيكم جميعا. أتفضلوا. تفضل يا أستاذ أميرة. بس يا بيرحمي سمعين حضرتك. شكرا دكتور يوسف، والآن هنستمع للدكتورة ميرنا عماد. تفضلي دكتورة ميرنا. السلام عليكم. الصوت واضح صح؟ واضح دكتورة، سامعين حضرتك كويس. طيب أنا برحب بكل طلابنا الجداد بقى في السمستر الأول. انتوا حقيقي يا جماعة يعني اخترتوا الاختيار الأصح، انكم تستثمروا وقتكم أحسن استثمار ممكن في جامعتنا. أنا يمكن من أقدم الدكاترة هنا في الجامعة، أنا عارفة شكلي صغير بس أنا من أقدم الدكاترة في الجامعة، فقدر أشوف يعني كل التطور والتقدم اللي الجامعة مرت بيه في وقت قصير، يعني ما شاء الله، من بقى يعني كادر أكاديمي بيكبر، من كليات جديدة بنفتتحها مع بعض، من حتى اعتمادات بناخدها على أعلى مستوى. عشان كده بقول بكل ثقة إنه يعني ده أحسن اختيار ممكن تعملوه.
ان شاء الله ان شاء الله هندرس سوا في اداره المشاريع، هندرس كوميونيكيشن سكيلز. هي ماده ممتعه ولذيذه وشيقه وينفع نطبقها في حياتنا وفي اشغالنا، حتى سالوا طلابنا القدام عشره خلاص بقينا. بالنسبه بقى لطلابنا القدام، وحشتوني قوي، ده رقم واحد. رقم اتنين، احنا هندرس سوا بروجكت كونتراكت. هي ماده بقى معلش تقيله شويه، هنحتاج فيها شويه مجهود، بس هي كمان ماده مفيده ولذيذه قوي. في النهايه انا بوعدكم انه نخرج من السمستر ده باقصى استفاده ممكنه وباقصى معلومات ينفع نطبقها واقعيا، يعني مش بس كده، لكن انا ويعني هحط نفسي ان انا اتكلم كمان عن الكادر الاكاديمي كله، احنا كلنا موجودين علشان نساعدكم في اي استفسار. ايميلاتنا واضحه موجودة عندكم، ينفع تسألونا أي وقت، في مناهجنا موجودين نساعدكم. وعلى ناحية تانية بقى، أنا أأمل فيكم أنه زي ما كلنا نبهنا أنه نلتزم نحضر المحاضرات المسجلة، ما نعتمدش على الملخصات اللي الطلاب الشاطرين بيعملوها، لأنه الطلاب الشاطرين ده هم اللي بينجحوا في الآخر. فلأ، يعني نحضر محاضراتنا المسجلة، والأهم نتقابل سوا على الزوم ميتينجز، احنا بنتناقش في المحاضرات، بنحلل المعلومات، بنعمل عصف ذهني، يعني بنعمل البدع، وكمان بنتدرب على اسئله الامتحانات سوا. فالالتزام الالتزام الالتزام، زي ما احنا كمان هنلتزم معاكم. اشوفكم على خير ان شاء الله، وجود لك. شكرا لحضرتك دكتور مير نعيمات. نستمع لدكتور محمد حموده. دكتورنا العزيز دكتور محمد، طيب إلى حين ما يكون معنا دكتور محمد حمودة بنكمل حديثنا مع الدكتورة ضحى. تفضلي دكتورة. دكتورة ضحى، دكتورة هل سمعانا؟ طيب لحين ما يكون معنا دكتورة ضحى كمان نكمل حديثنا مع الدكتور نائل يسري. معالي الدكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل دكتورنا. اهلا وسهلا. انا مش هطول على حضراتكم علشان عارف ان الكل بيقول كلمة ترحيبية، بس انا عايز اوجه ثلاث رسائل يعني قصيرة كده. بس في الاول اعرفكم بنفسي، انا الدكتور نائل يسري، هدرس ان شاء الله ثلاث مواد، ماده في اداره وقت المشاريع ومادتين ريسك مانجمنت. الحمد لله انا حاصل على ماجستير ودكتوراه من كليه الهندسه جامعه القاهره، تخصص ريسك مانجمنت. وحياتي العمليه كانت منقسمه ما بين ان انا اشتغلت بلاننج وبروجكت كنترولز وكذلك ريسك مانجمنت. ان شاء الله ان يعني هعمل يعني هبذل قصارى جهدي انا والمجموعه اللي معايا ان احنا ان شاء الله ننقل لكم خبراتنا دي علشان تستفيدوا بيها وتستثمروها ان شاء الله. الثلاث رسائل ببساطه بالنسبه للطلبه الجدد، بقول لهم اهلا وسهلا بيكم، وعايز اطمنكم، واكيد يمكن لما سمعتوا الساده الزملاء وسياده العميد بيتكلم قد ايه ان احنا بنحبكم قوي. يعني انا والله العظيم معتبر النهارده يوم عيد، ان احنا كلنا بنلتقي مع بعض وبنقابل بعض في الوقت ده. الرساله الثانيه لزملائي بقى من الطلبه اللي احنا كنا مع بعض، وانا شايف اسماء كتيره منهم بسم الله ما شاء الله متواجده النهارده، فانا عايز اقول لكم بس وحشتوني جدا جدا جدا، وتشوق ان احنا نكمل المسيره ان شاء الله في المواد اللي هتدرسوها في الليفل اللي بعده، وان شاء الله تكونوا من الموفقين وتبقوا كده عظماء في تخصصاتكم وفي وظائفكم. السنه الثالثه والاخيره للساده الزملاء من اعضاء هيئه التدريس والساده قيادات الجامعه، دكتور محمد ربنا يبارك فيه وساده المستشار، اشكركم جدا 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 ان انتم يعني تحملتوا ظروفي السمستر اللي فات، وكنتوا كلكم بتساعدوني بشكل كبير جدا. ويعني في حاجه عايز اقولها للطلبه، ان بصراحه والله العظيم شهاده حق، ما في طلب طلبته من ساده العميد في مصلحه الطلبه الا لما كان فيري فيري سبورتيف وبزياده كمان. فربنا يبارك فيكم يا رب العالمين جميعا، وان شاء الله يكون يعني سمستر موفق وناجح للجميع. ربنا يبارك فيكم. شكرا يا دكتور. السلام عليكم. يا ترى الصوت واضح كده؟
واضح دكتور، اتفضل استاذ. السلام عليكم، تحياتي ليكم جميعا، يوم جميل وأنا بستناه من الترم للترم معكم إن شاء الله دكتور محمد حمودة. وقبل أن يعني أقدم الكلمة الموجزة، الشكر والشكر والشكر موصول لسيادة المستشار وعمدنا الجميل. رسالة طمأنة لكل طلبتنا، أنتم في بيتكم الثاني إن شاء الله. هو مش ترم، هو رحلة علمية جميلة، رحلة فيها تعلم، فيها مناقشة، فيها أفكار. لازم تبقوا أنتم مطمئنين من جوه إن ده فعلا بيتكم التاني. أي فيدباك، أي مشكلة، أي طلب، أي هدف، أي رغبة بتلاقوه موجود وبتلاقوه بيتحقق وبتلاقوه بيتلبى. فإن شاء الله بإذن الله يكون ترم موفق موفق موفق، وربنا سبحانه وتعالى كده يكتب لكم البركة والرزق والتوفيق، لأن إحنا كلنا في مقام البحث عن العلم والتعلم، وربنا سبحانه وتعالى بيكتب التوفيق للقائمين على الموضوع. إن شاء الله بإذن الله أكون معاكم في ثلاث مواد: البروجكت مانجمنت، والفاينانشال أكاونتينج، والبرنسبل أوف أكاونتينج. وأنا متشوق وكل شغف إن أنا أقابل بقى حضراتكم في كل جروب في الوقت اللي احنا هنشتغل بيه. وكل ترم أنا بنتهي من هذا الترم بإن أنا أعرف ناس جميلة وناس جديدة من ذوي الخبرات في مختلف المجالات، وبنكمل مع بعض تواصل لا يقتصر التعامل ما بيننا على الكلية بس، ولكن يقتصر التعامل في الحياة إن شاء الله بإذن الله. وفق الله الجميع وأعلنا بكل الجهد والتوفيق، وإن شاء الله ترم موفق موفق موفق. تحياتي لحضراتكم جميعا، وأترك الكلمة لباقي الزملاء لاستكمال هذا اليوم الجميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، شكرا دكتور محمد حمودة. نستمع للدكتورة داليا حسني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمع الصوت واضح واصل كده؟ واضح دكتورة، فضلي. تمام، أهلا بحضرتك دكتور. السلام عليكم أولا، وحب أهني الجميع طبعا بالمولد النبوي الشريف. كل عام وحضرتكم جميعا بألف خير. في البداية برحب بطلابنا الجدد اللي انضموا لأسرة جامعة الجامعة الذكية، اللي أكيد هيسعدوا بيها زي ما احنا سعداء بالانضمام لهذه الأسرة الجميلة. يمكن مش هتحسوا بفرق كبير، احنا كلنا بنتعاون كأسرة واحدة، أعضاء هيئة التدريس متميزين وعلى أعلى مستوى، بيحتضنوا الجميع، بنكون كلنا في بنقدم كده العلم بمنتهى اليسر والسهولة للجميع. وحقيقي دي ميزة من مزايا الجامعة، إنها بتوفر كل حاجة بمنتهى البساطة. يعني حضرتك هتلاقي ندوات علمية بتساعدك في مواد أخرى أو في حياتك بصفة عامة، هتلاقي دكاترة على مستوى راقي جدا ومتاحة في كل وقت، الإيميلات بنرد عليها باستمرار، بتبقوا بنتحول في نهاية الترم لأصدقاء، ويمكن ده بيسعدنا كتير جدا. طبعا ده بالنسبة للطلبة الجدد، أما بالنسبة لطلابي القدامى فأنا طبعا وحشتوني جدا، ووحشني حلقات النقاش بتاعتنا، وقد إيه كانت بتبقى جميلة وكنا بنستمتع. وده اللي أنا بطلبه من طلبة الجدد بقى، أن احنا إن شاء الله نحافظ يعني نحافظ كده، ونكون حريصين على حضور حلقات النقاش. بتتيح لنا ان احنا اولا نبسط المعلومه بشكل اكتر، بنوضح المعلومات والمعارف بشكل اوضح. الحاجه الثانيه والاهم اللي بيساعد على ان احنا بنتناقش وبنعرض لحضراتكم بعض ممكن الفيديوهات، ممكن بنبتدي نعرض الماده بشكل يكون اكثر وضوحا لحضراتكم، وده الحاجه المهمه قوي قوي بالنسبه لنا. وإن شاء الله موفقين، وتحياتي لإدارة الجامعة والسادة الزملاء، وترم دراسي موفق وسعيد، ودايما نسعد بيوم توجيهي موفق لحضراتكم جميعا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور داليا. نستمع إلى الدكتورة ضحى مليتي. لحظة يا خلود، من اللي ضحى؟ ضحى اللي جاء من دور مين؟ دور ضحى الحين. سعادة المستشار دكتورة ضحى. طيب يا ضحى اسمحي لي بس بدأ بس بك بخمس دقائق، تسمحين؟ هي تسمع ولا ما تدري ما توحي دكتورة ضحى؟ دكتورة السلام عليكم أخيرا. دكتورة يلا حيا. السلام عليكم.
معليش بس بقيت بدخل قبلك بالدور. ماشي ما في حتى مشكلة. نايس تو ميت يو. طيب أول شيء السلام عليكم جميع كلكم باسمه ولو ما ذكرت اسمه. طلابنا وطالباتنا اليوم احنا في مرحلة حقيقية من التحول على كل الأصعدة تحسون فيها في كل المجالات، إن كان بالتعليم تجربة وعنوان نقدر نقول أنه هو العنوان الأميز والأبرز بالتحول، فهو عنوان فهو اسم جامعتكم جامعة الجميع الذكية. أنا لي رجاء يمتد معكم إلى ما تتخرجون، كونوا متميزين، اعكسوا تجاربكم اللي أو معارفكم اللي أنتم تكتسبونها اعكسوها على أعمالكم وظائفكم، هذا واحد. الثاني كونوا حتى متميزين بمهنيتكم وأخلاقياتكم، هذا ترى كله يشرفنا ونفرح فيه، إذا نجحتوا إحنا نجحنا وإذا فشلتوا للأسف إحنا برضو نفشل، لذلك احرصوا دائما أنكم تتميزون. برضو نقطة أخيرة إذا سمحتوا لي، كل اتجاه وكل اعتماد وكل شراكة وكل اتفاق وكل عملية استحواذ أو بيع أو مشاركة يمكن أنها تعزز من موقع الجامعة وترفع قيمتها واسمها على على كل المحافل سواء التعليمي أو حتى تجارياً، إحنا ما راح نتأخر فيها. كونوا على ثقة أننا في كل اتجاه نمشي وعلى وفي كل وقت ما نتأخر، وأن القادم بيكون أجمل لكم كلكم. أنا آسف أني دخلت متأخر، بس هي عادتي من يوم أني كنت طالب زيكم، كنت دائما أجي متأخر، لذلك سامحوني. أنا آسف على المقاطعة، والله يوفقكم جميع. السلام عليكم. شكرا جزيلا سيادة المستشار ناصر المحيميد رئيس مجلس إدارة جامعة الجامعة الذكية، شكرا لك. نرجع للدكتورة ضحى، تفضلي الدكتورة. شكرا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ضحى مليتي، دكتورة في العلوم الاقتصادية والتجارية من تونس. سعيدة جدا بالانضمام للعائلة الكبيرة، عائلة جامعة الجامعة الذكية. سيكون إن شاء الله مع طلبة بكالوريوس فصل الخامس إدارة مشاريع من خلال مقرر البروجكت مونيتورينج أو مراقبة مشاريع. أتمنى أنها تكون سنة جامعية مكلة بالنجاح والتميز للجميع. إن شاء الله نكون مع طلبتي خلال الحصص المباشرة يوم الثلاثاء إن شاء الله، على أمل اللقاء بهم. نتمنى مرة أخرى سنة جامعية موفقة للجميع، لهيئة التدريس، للإطار التقني، للجميع. شكرا. شكرا لك دكتورة ضحى. نستمع إلى الدكتور وسيم الطباع. السلام عليكم ورحمة الله، تسمعوني؟ نسمع حضرتك، تفضل دكتور. حياكم الله جميعا، اهلا وسهلا بكم. للامانه يعني كل اعضاء هيئه التدريس اللي سبقوني يعني كفوا ووفوا وتكلموا عن جميع التنبيهات والطمأنينه والرسائل الجميله والايجابيه. ففي البدايه ودي اقول لجميع الطلاب الجدد وايضا القدامى اهلا وسهلا بكم وعودا حميدا في فصل دراسي جديد، فصل خريف 2022-2023. طبعا أعرف عن نفسي، أنا مهندس وسيم طباع، راح أقوم إن شاء الله خلال الفصل الدراسي الحالي أني أدرسكم مقررين، أحدهما لطلاب البكالوريوس والآخر لطلاب الماجستير، الأول في مجال البروجكت مانجمنت تكنولوجيز والآخر في مجال البروجكت ليدرشيب. طبعا أنا ما راح أدخل في نفس يعني النصائح اللي أعطوكم إياها وسبقوني فيها يعني إخواني وزملائي وزميلاتي أعضاء هيئة التدريس، لكن أنا ودي بس أركز على نقطة يعني جدا أنا بالنسبة لي أشوفها مهمة، كوني يعني أنا إحدى خريجين الجامعة، واللي صراحة يعني الجامعة قدمت لي يعني فرصة ذهبية في حياتي
إن كانت على الصعيد التعليمي وإن كانت أيضا على الصعيد المهني. الأمانة يعني أنتوا عارفين أنا تخرجت من خريج الدفعة الذهبية في عام 2021 في ماجستير إدارة المشاريع، وأيضا حاليا قاعد أدرس في نفس الجامعة. فهذا إن كان شيء إن كان يعني شعور رائع جدا إنك تعمل زكاة للعلم اللي درسته وتعمل إكسشينج للمعلومات اللي أنت تعلمتها واكتسبتها في خبرة حياتك أيضا من الناحية التعليمية، إلى أيضا أنك تبدأ تعطيها للأجيال اللي بعدك واللي بعدك، بحيث أنك فعلا تطور المعلومة وتبني بناء عليها أيضا معلومات أخرى جديدة بناء على التطور الكبير اللي قاعد يصير في حياتنا. والجامعة أيضا أخذت في عين الاعتبار موضوع الديجيتال ترانسفورميشن والانتقال الرقمي، وهذا أدى أيضا إلى يعني دخول اليوم الجامعة في يعني أعلى مراتبها في مجال يعني التعليم الجيل الخامس، وهذا لله الحمد يعني أيضا يعتبر من الأشياء السباقة لها الجامعة يعني مقارنة بالجامعات الأخرى. فلذلك اليوم لما نجي نتكلم نحن على هالمقررين اللي هي البروجكت مانجمنت تكنولوجيز أي أو البروجكت ليدرشيب، فهي ما هي عبارة عن مقررات تعليمية للحياة المهنية أبداً، هذه مقررات أيضاً لحياتكم اليومية والاجتماعية، أيضاً هي تفيدكم في كيف أنكم أنتم فعلاً تبنون يعني حياتكم بناء على قيادة وليست على يعني مجرد تكونوا فولوورز، لا بالعكس أنتم تكونوا قائدين. نحن اليوم عندنا يعني في المملكة رؤية كبيرة يقودها أكبر قائد الشباب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فتخيلوا اليوم نحن بالنسبة لنا عندنا رؤية 2030 وكلها مشاريع كبيرة وضخمة في تنمية المملكة العربية السعودية أيضا وبشراكات مع الدول المجاورة والبعيدة والقريبة. فكلنا أمل إن شاء الله بأيدي وسواعد يعني المواطنين وأيضا الآخرين اللي هم المقيمين عندنا في المملكة العربية السعودية وغيرهم أيضا من خارج المملكة، إن نقدر نحقق هذه الرؤية وهذه المشاريع ونصل مع بعض إلى أماكن يعني وطموح يعني تعدت يعني جبل طويل على يعني كما قال ولي سمو ولي العهد. فلذلك أرجع أقول لكم مرة ثانية، أنا قاعد أدرسكم مادة ليست فقط أو مقرر ليست فقط للحياة المهنية، أيضا لحياتكم الاجتماعية واليومية. إدارة يعني ال البروجكت ليدرشيب وقيادة ليست فقط قيادة في الأماكن اللي هي في المهنة أو في 8 ساعات الدوام من الصباح إلى الساعة مثلاً 4 ولا 5، لا، القيادة هي القيادة في كل شيء، في أسرتك، في حياتك الزوجية، في حياتك الاجتماعية، في حياتك التعاملية مع الناس، في كل شيء. خلال 24 ساعة أنت قائد لنفسك ولذاتك وللجميع اللي حولك، بحيث أنك توصل معهم إن شاء الله دائماً إلى ما فيه الخير والفلاح لدينك ودنياك إن شاء الله. فما ودي أطول عليكم أكثر من كذا، بإذن الله تعالى راح تشوفوني معكم خلال هذا الترم، راح أدرسكم إن شاء الله هذا المقررين. التزموا بحلقات النقاش مثل ما قال لكم يعني الجميع، ترى في حلقات النقاش راح ندخل في أمور إن شاء الله راح نزيدكم فيها يعني أكثر من حجم المقرر، ونجيب فيها على كل تساؤلاتكم اللي راح تسمعوها من خلال المحاضرات المسجلة. بإذن الله تعالى أراكم على خير، يعطيكم العافية. مراك على خير يا دكتور وسيم، وشكرا لك. نستمع للدكتور آدم يعقوب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، الزملاء الأعزاء، الأساتذة أعضاء هيئة التدريس القدامى والجدد، الإخوة في إدارة الجامعة، الطلاب الأعزاء، الطلاب القدامى وطلاب الجدد لبرمجي البكالوريوس و الماجستير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دكتور آدم يعقوب، أستاذ مساعد إدارة أعمال بيزنس أدمنستريشن في قسم الإدارة جامعة الجامعة الزكية. إن شاء الله سوف أكون معكم لدراسة مقررين، مقرر الإدارة الاستراتيجية لطلاب ماجستير الإدارة، ومقرر الإيكوميرس أي التجارة الإلكترونية لطلاب الإدارة. إن شاء الله لا أريد أن أطيل عليكم، الزملاء أوفوا بكل النصائح وبكل التعليمات الخاصة، فقط أذكر الطلاب بالحضور إلى حلقات النقاش وسماع المحاضرة المسجلة حتى يكون النقاش يعني مفيد للطلاب. أخيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لك دكتور آدم.
نستمع إلى دكتور وليد الليثي. تفضل دكتور وليد. نستكمل حديثنا مع الدكتورة صفوة. دكتورة صفوة تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الذي ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكره مقرونا بأنفاسي، وما شربت لذيذ الماء من ظمأ إلا ورأيت خيالا منه بالكأس، والله ما جلست لقوم من أحدثهم إلا وكان حديثي بين جلاتي، فصلى عليك إله العرش بالكتب، فأنت يا حبيبي يا محمد أفضل الناس. وبعد ندرك جميعا بأن انبساط الأمل وتحويله إلى هالة من الإبداع حول ما نملك من قدرات وعطاءات، ذلك هو الإنجاز الحقيقي الذي يسير نحو الهدف المنشود في تطوير وتجويد عمليتي التعلم والتعليم برؤى طموحة وخطوات مستقبلية وهمم عالية، وهذا للوصول لغد مشرق وجيل معتز بأوطانه، منتجا للمعرفة، منافسا عالميا، مفتحا نحو العالم. وهذه هي الأسس والمنطلق الذي بنيت عليه جامعة الجميع الزكية، ذلك الصرح التعليمي المتفرد بكوكبته الفريدة من الأساتذة ومن الإصطاف ومن العاملين وعلى وربانهم، ربان هذه السفينة ومؤسس هذه الجامعة علامة علم إدارة المشاريع الدكتور ناصر المحيمد، وعميد الجامعة الدكتور معالي عبد الرحمن المحيمد، وكل الأساتذة الكرام. وبعد الأساتذة الأعزاء طلابنا في جامعة الجميع الزكية بلا تمايز بالمناصب أو الأسماء، مرحب بكم وحللتم أهلا ونزلتم سهلا في الفصل الدراسي القادم. بإذن الله أتمنى ربنا يوفقنا جميعا إن شاء الله، وربنا يسدد الخطى. وحكون معاكم في اللي هو الكورس اللي خاص بإدارة تكاليف المشروع اللي هي بروجكت كوست مانجمنت مع طلاب البكالوريوس، وهذه المادة المهمة جدا جدا واللي بتعتبر العمود الفقري في أساس إدارة المشاريع اللي هي الكوست أو الميزانية أو البادجت، كيف نتحكم في تكاليف المشروع وكيف نحن نقدم للعميل مشروع وزن ذا بادجت بدون ما نتجاوز وبدون ما يكون في أوفر كوست، وفي نفس الوقت في السكيدجو في التايم أيضا نتحكم في الزمن عشان نقدم فاليو للعميل. وإدارة المشاريع زي ما عارفين أصبحت من اللي هو من العلوم المهمة جدا جدا في العالم، وأنا الحمد لله وشكر الله معاكم زي ما قلت لكم صفوة عبد الباقي العجب PhD International Business Administration from American University، بالإضافة لماجستير في إدارة الأعمال الدولية أيضا من الجامعة الأمريكية، وماجستير آخر من جامعة بيرك في لندن. عندي BMB Certified و Business Analysis Certified، بالإضافة لACB Agile Certified، والحمد لله BCO أيضا وRMB الآن حاليا، والحمد لله والشكر لله. فإن شاء الله بإذن الله أتمنى لكم أنتم كمان التوفيق والنجاح والحصول على هذه الشهادات العالمية، وما فقط الشهادات بل العلم وكيفية إصغاطه على أرض الواقع لكي ننهض بالأمم بأممنا لتلحق برغبة الأمم المتقدمة التي تطبق أحدث المنهجيات في إدارة المشاريع. أتمنى لكم التوفيق والشكر لكل العاملين في هذه الجامعة من إدارة الجودة ومن كل الإصطاف الذين لا يؤولون جهداً في المتابعة وفي المراقبة وفي الجودة وفي اللي هو الامتثال لأفضل المعايير. وزي ما عارفين يا جماعة بالعلم ساد الناس في عصرهم واخترقوا السبع الطباق الشداد، يطلب المجد ويبغي العلا، قوم لسوق العلم فيهم كساد، ما أصعب الفعل لمن رامه وأسهل القول لمن على من أراد.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. اللهم نبر إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. وتحية لكل طلابي اللي كانوا في الكورس اللي سابق، وهنيهم بالنجاح الباهر، واتمنى لهم اللي هو فصل دراسي جديد ممتع، ولكل اللي هو الطلاب الجدد لكم مني خالص الشكر والتقدير، والسلام عليكم. شكرا لك دكتورة صفوة. نستمع الآن إلى الدكتورة ثناء عزيزي. دكتورة سناء، دكتورة حضرتك سمعنا؟ نستكمل حديثنا مع الدكتور نادر الرحيم، وكنا دكتورة سناء موجودة. دكتور عبد الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بالجميع، السادة الأفاضل، السيد مستشار رئيس مجلس الإدارة، والسيد رئيس الجامعة، والسيد الدكتور عميد كلية الإدارة. أهلا بحضراتكم، وأشرف بوجودي مع حضراتكم. تحية خالصة للسادة الزملاء من أعضاء هيئة التدريس، والسادة موظفي الجامعة الأفاضل، وجميع الطلاب الأعزاء. معكم دكتور عبد الرحيم نادر، أستاذ مساعد إدارة الأعمال. في البداية قبل ما أتكلم عن أي حاجة، والسادة الزملاء غطوا كل التوصيات الممكنة، أنا بس حابب أن أنا أبدي سعادتي وانبهاري بجامعة الجميع الذكية على مدى التنظيم والتنسيق والتطور الحقيقة اللي أنا لاحظته في الجامعة، تطبيق معايير التعليم الحديثة. وأنا أقدر أقول على الجامعة أن هم يعني student oriented university، بيحاولوا أن هم يهتموا بالدارس قدر المستطاع، هو أولويتهم الحقيقة. وجدت الاهتمام والمساعدة من كل الزملاء في إدارة الجامعة. إن شاء الله هكون مع الطلاب الأعزاء في مبادئ إدارة المشاريع لمرحلة البكالوريوس، والأدفانسد بروجكت مانجمنت في مرحلة الماجستير. بإذن الله نكون معاكم فيري ريسبونسيف، ويعني يكون في استجابة وتعاون من خلال اللقاءات المسجلة، ومن خلال أيضا اللقاءات التفاعلية. اهتموا بالحضور، وإن شاء الله الأمور كلها تكون في خدمتكم ونساعدكم قدر المستطاع. واتشرفت بيكم للمرة الثانية، شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن نادر، عفوا عبد الرحيم نادر. السادة أعضاء هيئة التدريس، خالص الشكر والتقدير والاحترام لحضراتكم. والآن مع العرض التقديمي للشؤون الأكاديمية مع الدكتور محمد أحمد. السلام عليكم. إن شاء الله مش هاخد مع حضراتكم وقت كتير، إن شاء الله سريع سريع. فصل دراسي موفق وعام دراسي سعيد على الجميع يا رب. اهلا وسهلا بحضراتكم تلامذتنا الاعزاء، طلابنا الاعزاء، والباحثين في مرحله الماجستير. بنعتبركم زملاء، فاهلا وسهلا بحضراتكم. هبدا مع حضراتكم سريع سريع، همر مرور الكرام على بعض الحاجات اللي ان شاء الله تستفيدوا منها على مدار الفصل الدراسي. كده كده احنا موجودين مع حضراتكم في على تواصل دائم خلال 24 ساعه على المنصه الاكاديميه الاس اي اس، اي تيكت بنرد عليه على مدار الساعه. كمان موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي في رد اي استفسار، تقدروا تواصلوا معنا. وكمان جميع اعضاء هيئه التدريس عبر الايميل، دايما ما بيبخلوش علينا باي معلومه فيما يخص الجانب الاكاديمي. هبدا مع حضراتكم بالتقويم الاكاديمي لفصل الخريف. هو تم نشره، اداره الجامعه مشكوره، اصرت بانه يكون كل المهام تنشر لحضراتكم قبل بداية الفصل الدراسي بوقت كافي، على أساس إن احنا نكون عندنا معلومات ومعرفة ودراية كاملة بسير العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي خريف 22-23. فهنبدأ بالتقويم الأكاديمي. 1 أكتوبر النهاردة بداية الفصل الدراسي، كل عام وحضراتكم بخير، عام دراسي جديد. نبدأ
بنشاط وإبداع وابتكار لنوصل لهدفنا، وهو اكتساب المعارف والمهارات المستهدفة. يوم 29 أكتوبر عندنا آخر موعد للاعتذار، سواء كان فصل دراسي أو مقرر، وبالتالي معنا شهر يعتبر من الآن. 24 ديسمبر بداية الاختبارات النهائية، 31 ديسمبر نهاية الاختبارات النهائية، وبالتالي التقويم الأكاديمي لا غنى عنه أن يكون قدام حضراتكم. بعد كده عندنا مخطط الأسابيع الدراسية. احنا عندنا الفصل الدراسي 13 اسبوع زي ما حضراتكم عارفين، اكيد الناس اللي درست في الصيف، اما بالنسبه للجدد فارجوكم تخلوا بالكم من كل معلومه في مخطط الاسابيع الدراسيه. عندنا 13 فصل دراسي، في الاسبوع الاول اللي هو هيبدا من اليوم من 1 اكتوبر، ده اسبوع توجيهي تعريفي لحضراتكم. طيب احنا بناخد إدارة الجامعة مشكورة بتحلل، أكيد الناس الأكاديميين أو المدربين أو اللي لهم علاقة بالتعليم يعرفوا الكلام ده كويس، بنحلل نتائج، بنحلل استبيانات، بتكون طلبات من حضراتكم. كان بيقع بعض الطلبة في والباحثين في الكويز الأول في بعض العقبات، إنه لسه ما دخلناش، لسه ما تدربناش على الوقت، لسه ما تدربناش على طبيعة الأسئلة، وبالتالي كان مطلب إنه يكون الأسبوع الأول هو أسبوع توجيهي، كان اقتراح من إدارة الجامعة مشكورة. وبالتالي الاسبوع الاول هو اسبوع توجيهي، هينزل حضراتكم محاضره، الدكتور بيدخل بيتكلم على المقرر بصفه عامه، على المحاور بتاع المقرر، الحصول على نظام المحاضرات المسجله، على حلقات النقاش، وفيه اختبار موجود في نفس الاسبوع ولكن لا تحسب ليه درجات، يعني الدرجات اللي موجوده في الاسبوع التوجيهي هي للتدريب فقط. وهنبدأ من الأسبوع الثاني، عندنا 10 أسابيع ب10 محاضرات مسجلين ب10 حلقات نقاش يرجى حضورها، يرجى كمان الاستماع جيدا ودراسة وتفحيص المحاضرات المسجلة، بيبذل فيها مجهود من أعضاء هيئة التدريس، فيها معارف ومهارات جيدة وتخدم على المخرجات العملية التعليمية اللي حضراتكم تستهدفوها. بعد 10 أسابيع الدراسية في أسبوع بيكون قبل الاختبارات النهائية، وده بيكون فيه حلقات نقاش فقط للاستماع إلى استفسار حضراتكم للمراجعة النهائية على 10 أسابيع دراسية. وبعد كده الأسبوع الأخير الأسبوع 13 ده بيكون الاختبارات النهائية إن شاء الله، أسأل الله لكم التوفيق جميعا. طيب عندنا بعد كده الأعمال وتوزيع درجات. احنا بينزل لحضراتكم كل يوم سبت الساعة 12 الظهر محاضرة مسجلة وبي بي تي وبي دي اف، حضرتك بتنزل البي دي اف والبي بي تي وبتستمع جيدا للمحاضره المسجله من قبل عضو هيئه التدريس على حسب المقررات المسجله مع حضرتك. مصاحب للمحاضره المسجله اختبار قصير، الاختبار عندنا 10 محاضرات ب10 اختبارات قصيره، الاختبار مدته 24 دقيقه، بيكون فيه 8 اسئله، يعني كل سؤال بيكون ليه 3 دقائق. طبعا لو الناس الجدد شايفه انه الوقت قليل، المعيار العالمي لكل سؤال هو 2 وليس 3 دقائق، 3 دقائق كويسين جدا كمعيار للتعليم عن بعد. فان شاء الله ربنا يوفقكم في كل اختبار. نبدا من الاسبوع الاول في اختبار الاسبوع التوجيهي التدريب على الاختبار، ومن ثم الاسبوع الاول في الاختبار الذي يحسب عليه الدرجات. في عندنا حلقات نقاش اسبوعيه يرجى حضورها لانها كتير جدا بتخدم على العمليه التعليميه، وأعضاء هيئة التدريس بيكونوا على أتم استعداد لمناقشة أي نقطة في المحاضرة المسجلة أو في المادة العلمية اللي بتتاح لحضراتكم أو في حاجة تطبيقية. كمان الحديث والمناقشة مع أعضاء هيئة التدريس ممتعة جدا علميا. وبعد كده عندنا الاختبار النهائي بيكون عليها 20%، يبقى عندنا 10 اختبارات في 88 وعندنا 20 الاختبار النهائي. بيتم احتساب غياب كيف يتم احتساب الغياب؟ إذا تغيب الطالب عن 4 اختبارات قصيرة، يعني بيتم الاحتساب الغياب عن طريق حل حضرتك للاختبار القصير. فإذا لم تدخل 4 اختبارات قصيرة في الحالة دي هتحصل على حرمان وهنقع في مشكلة، فيرجى أن احنا نحرص على حل كل اختبار اسبوعي، وبيكون متاح مع حضراتكم من السبت الى السبت اللي بعده، وبالتالي عندكم وقت يتماشى مع طبيعه الدراسه وطبيعه الدراسه العمل. بعد كده عندنا اخر موعد الاعتذار عن الاختبار النهائي، وليكن مثلا عندي رحله عمل، بقدم اعتذار عن الاختبار قبل موعد عقد الاختبار. كذلك الاختبارات القصيره يحق لك تقدم عذر
قبل موعد غلق الكويز، يعني الكويز هيقفل السبت، انا بقدم الاعتذار قبل السبت، بقول والله عندي ظروف كذا، وبوثق الظروف دي، وان شاء الله بيتم اختبار الاختبارات اللي بيتم الاعتذار عنها في الاختبار في الاسبوع اللي قبل الاختبارات النهائيه. الجداول نزلت لحضراتكم على فيه جروبات خاصه في التليجرام، اكيد حضراتكم وصلتوا ليها وموجوده كمان منشور على موقع الجامعه وموجوده، تقدر تكلمنا على او ترسل تيكت وبنرسل لحضرتك الجدول، كمان موجود على الاس اي اس الجدول الخاص بكل دارس، فحضراتكم تقدروا توصلوا ليها باكثر من وسيله، نقدر نوصل ليها كمان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه بالجامعه، مجرد ما حضرتك تطلب جدول معين فيه على مدار الساعه ناس بترد على حضرتك، كادر محترف بيرد على حضرتك بالجدول المطلوب. همر مرور الكرام على الجداول سريع، لكي كده اتنشرت لحضراتكم، وهمشي لعده نقاط مهمه عشان ما اطولش كمان على اساتذتنا وعلى حضراتكم. المحاضرات المسجله وحلقات النقاش تعتمد اوقات المحاضرات وحلقات النقاش على توقيت مكه المكرمه، يعني المواعيد اللي موجوده في الجداول هي مواعيد وفقا لتوقيت مكه المكرمه، بيتم الاطلاع عليها على مدار الاسبوع كامل. بترفع المحاضرات على المنصه التعليميه المودي اليوم السبت من كل اسبوع الساعه 12 الظهر، يعني المحاضرات بتاع الاسبوع التمهيدي اترفعت بالفعل لحضراتكم، وبالتالي تقدروا تطلعوا عليها من النهارده لحد السبت القادم في نفس الموعد الساعه 12 الظهر. حلقات النقاش حلقات اسبوعيه اختياريه للطلاب، اي نعم هي اختياريه ولكن يرجى حضور حلقات النقاش، لانه احنا نعرف جيدا الفرق بين الطالب اللي بيحضر حلقات النقاش واللي ما بيحضرش حلقات النقاش. الاسبوع الاول بدايه من 1 اكتوبر هو اسبوع توجيهي، معلش درجات زي ما قلت لحضراتكم، اعضاء هيئه التدريس مشكورين بيقدموا عرض توجيهي في الاسبوع التوجيهي اترفع لحضراتكم تقدروا تطلعوا عليه على المنصه. في اختبارات قصيره نفس الكلام نتدرب عليها في الاسبوع التوجيهي. لغه الماده العلميه البي بي تي والبي دي اف اللي بتترفع لحضراتكم هي اللغه الانجليزيه، الشرح بيكون باللغه العربيه والانجليزيه معا، حلقات النقاش بتكون باللغه العربيه، الالتزام باداء حلقات النقاش اكيد حضراتكم في غنى، بس من باب فذكر الاختبارات بتكون باللغه الانجليزيه مع وجود ترجمه للسؤال، الا في حاله انه يكون فيه مصطلح اكاديمي او مصطلح معرفي مهني خاص بالمقرر، وليكن مثلا دكتور اكرم بيشرح فعنده استراتيجيه معينه، استراتيجيه بينزل اسم الاستراتيجيه بالانجلش لا يترجم كونه انه هو الله على درايه به، فاول اسئله المترجمه. بالنسبه للشرح باللغه العربيه بيكون بعض المحاضرات تستدعي انها تكون باللغه العربيه، وساعات بعض المحاضرات تستدعي انها تكون باللغه الانجليزيه، مثلا انجلش وتيجي فيه محاضره مثلا عن انواع، على ما اتذكر انواع التمويل، ففي تمويل بعتذر تمام. لحظات وبيكمل الدكتور محمد احمد البرزنتيشن، اتفضل يا دكتور. بعتذر لحضراتكم جدا. بس محتاجين الشير تاني من فضلك. حاضر. حضراتكم سامعيني كويس؟ واضح يا دكتور. تمام. الاسبوع الاول بيبدا من 1 اكتوبر محاضره توجيهيه، وبعد كده أعضاء هيئة التدريس رفعوا لنا المحاضرة التوجيهية موجودة على المودل، وبالتالي حضراتكم تقدروا تطلعوا عليها. الاختبار القصير بيكون موجود حتى في الأسبوع التمهيدي، إن احنا نجرب ونشوف عامل الوقت كيف ندخل، الباسورد اللي بيطلب مننا كيف بنستخدم المنصة التعليمية، لو في أي مشكلة قابلت حضرتك بتقدر ترفعها لنا عن طريق تيكت في المنصة الأكاديمية الـ SIS، واحنا بنجاوب حضرتك وقتها.
الاختبار القصير طبعا بينزل لحضرتك كل يوم سبت في 8 الساعه ل 10 مساء، وبيترك لمده اسبوع، وبالتالي قدام حضرتك وقت كافي انك انت تحل. طبيعه الاسئله دايما هي اسئله صح وغلط وتوصيل وماتشنج، وبالتالي يسهل الاجابه عليها لمجرد فهمك وهضمك للماده العلميه، فخلاص تقدر تجاوب الاجابه الكويسه بعد الاستماع للمحاضره جيدا ودراستها كويس وحضور حلقه النقاش. الإجابة على الاختبار هي بمثابة حضور للطالب. الاختبار القصير من 8 درجات، 8 أسئلة بمجموع على مدار الفصل الدراسي 80 درجة، والاختبار النهائي 20، يبقى عندنا 100 درجة للمقرر. فترة عقد الاختبار من تاريخ دخولك على الاختبار 24 دقيقة. لا يمكن الرجوع للسؤال اللي يعني حضرتك كل سؤال بيكون قدامك لازم تجاوب عليه، لأنه ما فيش خاصية إنك ترجع للسؤال للخلف. يوجد أسئلة صوتية بكل اختبار، فيرجى الإدارة التقنية تتكلم باشمهندس أحمد عباس هيغطي النقطة دي كويس إن شاء الله لحضراتكم، إنه الأسئلة الصوتية كيف نكون جاهزين ليها، نكون على أتم استعداد على أساس إنه لا نفقد درجات من درجات الاختبارات. الاختبار النهائي بيكون على المودل، نفس الاختبارات القصيرة، وأسئلة الاختبارات بيكونوا حضراتكم مدربتوا عليها، الاختبار النهائي بيكون 20 درجة. شكرا لحضراتكم، وعام دراسي سعيد يا رب للجميع، وعام موفق، وإن شاء الله البكالوريوس يتمتعوا بالمعارف والمهارات اللي هتضاف ليهم، والماجستير يصبحوا لينا زملاء في القريب العاجل إن شاء الله. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك دكتور محمد أحمد على هذا الشرح. أما الآن مع كلمة الكادر الإداري بالجامعة، ومع الدكتورة علا عماد مسؤولة الأنشطة الطلابية، فلتتفضل. دكتورة علا حضرتك موجودة؟ لحظات بس بعطي صلاحية للدكتور. تمام، لو في أسئلة أنا مستمعين للأسئلة اللي حضراتكم في كتب، فيه البي دي إف والبي بي تي اللي بيترفع لحضراتكم، لو عايز تصل للمرجع كزيادة معارف بتكلم الدكتور، ويكون موجود كتاب يرشحه لحضرتك لو أنت عايز تزداد من المعرفة. المحاضرة مساء الخير، عم تسمعوني هلا؟ سامعين حضرتك دكتورة، تفضلي. اوكي، اول شيء السلام عليكم ومرحبا ومساء الخير. او بدي بس اشكركم كثير، مبسوطه كثير انه انا part of the team. تشرفت بكل الدكتورز اللي سبقوني وحكوا، اكيد تشرفت بالمستشار الاستاذ ناصر، هقول مره بسمعه. انا اليوم حاحكي عن ال student activities plan for the semester fall 2022-2023. First of all, I'm going to start with the outline. أول شيء حعرف عن حالي، بعدين حأحكي شوي عن importance of student activities. حنعطي a general overview of our suggested plan and finally the ways of communication. First of all, my name is Dr. علا بزازة. أنا لبنانية. حب خبركم شوي عن my academic background. أنا بالأساس صيدلة. بعدين درست pharmaceutical MBA وكفيت with doctorate in business administration. اثنيناتهم كانوا related أكثر للمانجمنت، فعشان هيك مبسوطة كثير بالorientation. أول شيء كانت أكثر متخصصة بالorganizational behavior than in management. وهلا عندي pending degree عم بعملها اللي هي research masters in pharmaceutical biotechnology. كل my degrees أخذتهم من الجامعات اللبنانية اللي هن top 10 بلبنان.
Second, I would like to mention my experience. أكيد بما أنه صيدلي اشتغلت بميديكال فيلد، اشتغلت as a clinical pharmacist, community pharmacy, sales and marketing تحت title therapy area specialist. وهلأ عم بشتغل as a university lecturer بLebanese International University. عندي courses بعطيها لundergrad وعندي courses بعطيها لMBA students. هلأ the importance of student activities. ليش أنا كستودنت بدي شارك بال student activities. First of all, it enhances our academic portfolio. دائما بتعطي knowledge زيادة. بصير في عند relationships مع people who share similar interests. يعني for example, أنا عم بحضر webinar متعلق بالbody language. ممكن يصير في عند relationships مع people أو مع students عندهم similar interests بيساعدوا بعضه. مثلا هذا الكتاب أفضل إذا قريناه نستفيد كذا. To get a chance to apply your what you learned in your academic classes. أكيد academic classes هن كتير مهمين و priority وهن ال base لا our knowledge. بس وقت اللي منحضر student activities منكون عم نعمل applying لهيدا knowledge. بعدين عم نعمل develop the different soft skills. أكيد هدول soft skills بنكتسبهم مثل communication skills, negotiation skills, presentation, leadership, etc. To gain new knowledge in different fields. لأكتر شيء درجين أو لأكتر شيء مسموعين recently, for example, digital marketing. أنا ممكن يكون درسي إدارة بس why not أتعرف على digital marketing. في finally to build a better CV. مثل ما كلنا منعرف وقت اللي منقدم على حيالله شركة صار في system, tracking system بيطلع الكيوردز من CV. كل ما زادت CV تبعنا تكون rich كل ما كنا attractive أكثر HR. General overview حيكون في عنا إن شاء الله a rich plan. في عنا webinars, عنا competitions, عنا skills development مثل ما ذكرت, عنا leadership, communication skills, etc. Professional knowledge development عنا for example الأساس اللي ممكن نعوزها بالفيلد تبعنا كشغل بس نحن ما بنتعلمها بالجامعة مثل ما ذكرت for example digital marketing and academic knowledge development. يعني أنا for example e-learning كيف بقدر أعمل evaluation لscientific source, أي مثلا journal أفضل أعمل فيها publication عن تانية. هدول كلهم حيكونوا كل الactivities حنخدين into consideration. Master's students, bachelor students, so تقريبا كل حدا حيطلع له حصة وحيكون satisfied إن شاء الله. Ways of communication صراحة نحن منفضل يكون في عنا two ways of communication. مش بس نحن نقلكم شو فيه, نحن منحب إنه نستلم منكم suggestions في أو أنتوا شو بتحبوا. هلأ في عنا three ways of communication. أول شيء بالforms اللي هي على السيستم بالإنجليش بتكون to the left. بالفورمز بالعرب النماذج على اليمين في participation form in the student activities unit فينا كمان نعبي هيدا الفورم, فينا نبعت tickets وفي على student activities department وفينا يعني إذا بتعملوا معروف تعبوا الكويستشنير اللي الحين بعت لكم. نحن بهذا الكويستشنير رح نعرف أكثر your hobbies, your أنتوا شو بتحبوا, شو بتشوفوا الجابس تبعكم, أنتوا شو ناطرين من الجامعة, ونحن إن شاء الله أكيد منكون ناخد into consideration your feedback. هيدول التو فور السيستم كيف بيكون شكلهم, كان النماذج ولا التيكتس. Finally, I would like to end my presentation with this quote: "A little progress each day adds up to big results." أنا دائما بآمن بالستبس الصغار بتوصل للجولز تبعنا ولوين إحنا منحب نوصل. و at the end, كل واحد عنده إرادة أكيد بيوصل. Thank you so much. وميرسي كمان مرة تانية لكل الزملاء اللي سبقونا. Thank you. شكرا دكتورة علا, شكرا جزيلا. والآن مع كلمة القبول والتسجيل مع الأستاذ محمد الروبي فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بطلابنا وطلابنا الجدد ودكاترتنا والكادر الأكاديمي والكادر الإداري ببداية الفصل الدراسي خريف 22-23, ونتمنى لطلابنا الجدد التوفيق إن شاء الله. أنتوا في الخطوة الأولى لتحقيق الحلم, أنتوا دلوقتي أقرب من أي وقت فات لتحقيق الحلم والنجاح. بالتوفيق إن شاء الله. خلونا نبدأ البرزنتيشن الخاص بإدارة قبول التسجيل.
طيب نبدأ بس. السلام عليكم. نبدأ بالتقويم الأكاديمي للفصل الدراسي. التقويم الأكاديمي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، تم نشره في الجروبات اللي هي أو عفوا القنوات الخاصة بالجامعة في التليجرام. في بس جزء مهم هنا في التقويم الأكاديمي نتكلم عنه في إدارة القبول والتسجيل، وهو آخر موعد للاعتذار عن الفصل الدراسي وعن المقرر، ده بتاريخ 29 أكتوبر. والاعتذار هنا ما يكونش بيكون انسحاب من الفصل الدراسي، وتحسب للطالب إنه انسحب من فصل دراسي وتكتب في السجل الأكاديمي للطالب. بالنسبة للجانب المالي في الانسحاب من الفصل الدراسي، بعد بداية الفصل الدراسي لا يمكن الانسحاب وإعادة الرسوم أو ترحيل الرسوم للفصل الدراسي القادم، وإنما هنا المقصود في 29 أكتوبر، إحنا اليوم 1 أكتوبر، 29 أكتوبر المقصود إن الطالب لو عنده عبء دراسي زيادة عليه، عنده أشغال، عنده ظروف خاصة ما يقدرش يكمل الفصل الدراسي، خايف إنه المعدل بتاعه ينزل، فبيسحب مادة، أو لا قدر الله إنه يعني ما قدرش يكمل بيسحب الفصل الدراسي كامل. هنا بعض التواريخ الهامة نتكلم فيها عن انتهاء إضافة وتعديل المواد بتاريخ 6 أكتوبر، ده هيوافق الخميس الجاي ينتهي إضافة وتعديل المواد. فأنت الطالب دلوقتي عنده مثلا 3 مواد ولسه عنده فرصة إنه يضيف مادة رابعة، وشايف إنه العبء الأكاديمي عليه 3 ساعات إنه ممكن يعني ياخد مادة رابعة بما لا يتجاوز الحد الأعلى من عدد الساعات، أو يقلل المواد للحد الأدنى اللي هو تقريبا في البكالوريوس بيكون 6 ساعات، أتوقع في الماجستير يكون 6 ساعات، والبكالوريوس بيكون أكثر من كده 8 ساعات. طيب تم مد فترة التسجيل للطلاب الجدد حتى 4 أكتوبر، والطلاب الحاليين أيضا التسجيل في الفصل الدراسي ينتهي في 4 أكتوبر، بعد 4 أكتوبر خلاص دخلنا في الفصل الدراسي، في العفوا في الأسبوع الثاني، خلاص التحضير بدأ الأسبوع الثاني، وبيكون دخول الطالب أنه يفوت عليه بعض المقررات أو المحاضرات، فإن شاء الله آخر موعد إلى 4 أكتوبر. هنا طريقة التواصل مع إدارة القبول والتسجيل وباقي الإدارات هي البوابة الأكاديمية. عند تسجيل الطلاب الجدد أول شيء وصلهم هو الرقم الجامعي وبيانات الدخول على المنصة الأكاديمية. المنصة الأكاديمية مهمة جدا لأن الطالب بيقدر يتواصل فيها مع جميع إدارات الجامعة، بيقدر يتعرف على سجله الأكاديمي، على الدرجات، على تعديل المواد، إضافة مادة، حذف مادة، كل حاجة تقريبا، حتى شهادته الإلكترونية بيقدر ياخدها من المنصة الأكاديمية، فبيكون تعامل الطالب دايما على المنصة الأكاديمية مع الإدارة. هنا طريقة فتح التذكرة، بيدخل الطالب على النموذج لفتح التذاكر، يلاقيها في باسم التذاكر، خلينا نوريكم هنا، تكون باسم التذاكر، بيدخل الطالب بيختار القسم اللي هو عايز يوجه له التذكرة. المميز في إرسال التذاكر عن التواصل من خلال أي مواقع تانية أو الإيميل إنه الطالب بيكون الهيستوري بتاع الطالب كله موجود عند الإدارة. فدلوقتي الطالب لو بعت تذكرة للقبول والتسجيل وتذكرة أخرى للدعم الفني، الدعم الفني بيشوف إيه اللي حصل معاه عند القبول والتسجيل، فبيدخل يقرأ مشكلة الطالب أو السؤال بتاع الطالب ويشوف إيه الحل اللي وصل له وهل اتحلت المشكلة أو لا، ويبدأ الدعم الفني يكون عنده يعني شمولية كده في إنه يشوف مشكلة الطالب ويحلها بأسرع وقت ممكن. كذلك إدارة الجودة، إدارة الجامعة بيقدروا يطلعوا على التذاكر إذا كان الرد مناسب، إذا تم الرد أو لم يتم الرد على الطالب. فعشان كده دايما يكون التواصل من خلال التذاكر هو أهم حاجة، هو إحنا أقرب ليك من أي مكان تاني من خلال التذاكر. إذا الطالب مش عارف أي قسم هو الخاص به فيرسل مباشرة للقبول والتسجيل، وإحنا نبدأ نحل مشكلته أو نوجهها للقسم الخاص به. هنا بنتكلم عن الأقسام الرئيسية في نظام التذاكر، هي القبول والتسجيل والدعم الفني والإدارة والمالية والإرشاد الأكاديمي والجودة والامتثال والأنشطة الطلابية، وفي أخرى مخصصة للأمور الطارئة اللي هي غير مذكورة في باقي التذاكر. بالنسبة للقبول والتسجيل وإدارة الدعم الفني وإدارة الجودة، هم أكثر الإدارات اللي الطلاب بيبدأوا يتواصلوا معها. فدايما لو عندك أنت مشكلة في المحاضرة، شايف أنها مرفوعة غلط، في جزء في المحاضرة الصوت مش واضح فيه أو كده، بتحوله للجودة. لو في عندك أي استفسار آخر للدعم الفني، انك حاولت تدخل كويز او كده، مباشره توجه للدعم الفني، ما تسالش زمايلك، ما تسالش حد تاني، ولا تبعت حتى لدكتور الماده. دكتور الماده في الاشياء العلميه اللي تخص الكويز نفسه او طريقه السؤال او كده تبعت لدكتور الماده، لكن اي مشكله فنيه مباشره من خلال التذاكر للدعم الفني. طيب هنا الجداول الدراسيه، والجداول الدراسيه كل طالب بما انه بيقدر ينزل المواد لوحده بيقدر ايضا انه يطلع جدول خاص بيه لوحده، لان احيانا يكون انت منزل 3 مواد مختلفين عن زميلك فجدول واحد مش هيفيدكم. فالطالب بيدخل على المنصة الأكاديمية وبيوصل عند جداول المحاضرات أو جدول المحاضرات، بيلاقيها في الأسفل على اليمين زي ما هي ظاهرة كده،
يحصل الطالب فيها الجدول المخصص ليه هو لوحده بالمواد اللي هو نزلها. فدايما ارجعوا للجدول الخاص بكم. في النهاية أتمنى لكم التوفيق، وبس عندي ملاحظات صغيرة أبلغكم فيها بالنسبة للبيانات الخاصة بكم كطلاب، أو بالنسبة للجروبات اللي بدأتوا مثلا تدخلوا عليها دلوقتي. بيبدأ في بعض الناس في الجروبات بيطلبوا منكم مثلا بياناتكم الشخصية عشان يدخل على المنصة الأكاديمية، يقول لك إنه هيساعدك، إنه هو هيلخص لك، إنه هو كده. المنصة الأكاديمية بيكون فيها بيانات شخصية ليك زي رقم الهوية، زي الرقم الجامعي، بيكون فيها والإيميل بتاعك، وبيكون فيها أشياء شخصية جدا. فأبدا ما تسمعش لأي حد منهم، أي حد بيطلب فلوس منك عشان يساعدك، عشان يساعدك في حاجة في الجامعة، أنت تواصلك فقط مع الإدارة. إذا أحد أعطاك أي نصيحة خارج الإدارة، أي قال لك إنه وعدك بمساعدة في شيء ما، أو إنه هو هيسهل عليك حاجة، فأبدا ما تسمع لهمش، لأنهم يبدأوا ينتشروا دلوقتي في الجروبات اللي يطلبوا نفس الأشياء دي، وبعدين بتسبب لك مشاكل بعد كده. ويعني مش عايزين نتطرق للمشاكل اللي ممكن توصل لها، سواء من مشاكل في حسابك، مشاكل شخصية، أو مشاكل لا قدر الله مع الجامعة في إنه يتم حرمانك أو فصلك من الجامعة بسبب إنه عندك مشاكل في التحميل يعني بعض الملفات من عندك، والدخول من أماكن متعددة. فدايما خلي بياناتك الشخصية موجودة عندك. بس نصيحتي للزملاء الطلاب الجداد إن يعني إن السنة بتعدي بسرعة والوقت بيعدي بسرعة، فاستفيد من الدكاترة الموجودين عندك، واستفيد من الكادر الأكاديمي الموجود. الشهادة اللي بتحصل عليها، المعدل مش أهم حاجة. ما بتاخدش المعدل بتاعك والشهادة وتروح للشركة تديهم وتقول لهم خلاص أنا بتوظف عندكم وشايف إن أنا مناسب لكم. ده بيتم بعد عملية فرز من الإدارة، وبيتم بناء على المعلومات اللي أنت حصلتها في الدراسة. فالشهادة ممكن تضمن ليك فقط مقابلة وظيفية، لكن مش تضمن ليك الوظيفة. اللي بيضمن الوظيفة هو المعارف اللي عندك والخبرات اللي عندك اللي بتقدر تكتسبها من خلال حلقات النقاش مع الدكاترة. ودي ميزة كبيرة إن أنت تقدر تشوف المحاضرة وبعدين تبدأ تدخل تتناقش مع دكتور المادة في التفاصيل. بس وشكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم. تفضل يا أستاذ. شكرا لك أستاذ محمد الروبي. أما الآن مع كلمة الإدارة التقنية مع المهندس أحمد الباز. تفضل أستاذ أحمد. السلام عليكم، صوتي مسموع؟ أهلا بحضراتكم. كالعادة مع بداية كل فصل دراسي بنبقى متحمسين جدا إن احنا نقابل طلابنا الجدد. بيبقى يوم سعيد جدا، خاصة في هي الأيام الأخيرة اللي تقابل الفصل الدراسي، بنبقى فعلا مع بعض كتيم، بنبقى سعيدين جدا إن احنا نقابلكم. أنا مش هطول على حضراتكم، أنا معاكم أحمد الباز، مدير التقنيات في الجامعة. هقدم لحضراتكم عرض عن الأنظمة والحاجات التقنية في الجامعة عندنا. هبدأ العرض بتاعي بأن أنا أرحب بحضراتكم، وإن شاء الله تبقى فترة دراسية جميلة. أول حاجة كده الشير ظاهر، هبدأ أتكلم بحضراتكم عن البوابة الأكاديمية. البوابة الأكاديمية دي كانت أول خطوة حضراتكم احتكيتوا بها بالجامعة لما تقدمتوا للدراسة، كانت اللي هي الخطوة الأولى في التواصل معنا. يعني في تقدم الأدميشن، في تقدم طلب للحق بالجامعة، وكانت هي البداية. بعد كده البوابة الأكاديمية مش بتبقى دي نهاية المرحلة بتاعة التقدم أو المتابعة مع الجامعة، لا، ده بيبقى في مهمة تانية كتير حضراتكم بتقدروا تحصلوا عليها من البوابة الأكاديمية. قلنا البوابة الأكاديمية بتبدأ من التسجيل وتنتهي بنشر النتيجة عليها، لكن مش بتبقى دي مجرد فقط الخدمة الغاية منها، لا، ده أثناء رحلتك الدراسية تحصل على خدمات كتيرة من البوابة الأكاديمية. يعني أنا مش هقدر أحصر عددها، لأن إحنا على فكرة كل ترم دراسي بنضيف خدمة جديدة، لكن هأشير لأبرزها. هي إنك عن طريق البوابة الأكاديمية بتقدر تحصل أثناء الفصل الدراسي على إفادات إلكترونيا من غير ما تتواصل مع حد يستخرجها ليك، تقدر تحصل عليها بنفسك، تقدر تحملها. إفادات زي إنك تم قبولك بالجامعة، تقدر تقدمها لجهة العمل. إفادة خاصة لما يكون فترة الاختبارات، بتحصل على إفادة بجدول الاختبارات برضو علشان تقدمها لجهة العمل، وغيرها من الخدمات الموجودة على البوابة الأكاديمية. فالبوابة الأكاديمية دايما بنصح إن حضراتكم دايما تعملوا تشيك عليها وتشوفوا ايه الخدمات اللي تقدروا تشوفوها. بالاضافه طبعا لاهم حاجه بس اتكلم عنها بعد شويه، متابعه الغياب الاسبوعي. ده العنوان بتاع المنصه الاكاديميه اللي حضراتكم استفدتوه قبل كده.
بعد كده نيجي للمنصة التعليمية، ودي المنصة اللي حضراتكم هتقضوا عليها أكبر ممكن خلال الفترة الدراسي الفصل الدراسي، وهو هيبقى خاص بأنك بتتلقى المادة العلمية عليها. دي المكان الكلاس روم اللي حضراتكم هتتقابلوا فيه وتعملوا المادة العلمية وتدخلوا الاختبارات الأسبوعية. المنصة التعليمية دي هي زي ما نقول كده الجزء الإلكترونيك زي ما قلت الكلاس روم أو الحرم الجامعي اللي حضراتكم هتتلقوا عليه المادة العلمية بتاعتكم. دايما المنصة التعليمية نعمل عليها تشيك على طول أسبوعيا، طبعا هينزل لك محتوى ثابت اللي هو المكون الدراسي بتاعك اللي هو المحاضرة والاختبار الأسبوعي، دي المكونات الرئيسية. وفي نهاية الفصل بيبقى الاختبار النهائي برضو على المنصة التعليمية. إمكانيات المنصة، عن طريق المنصة في ريسورسز كتير متاحة عليها، طبعا هيبقى موجود عليها رابط اللايف الميتنج اللايف اللي هو السيشن الأسبوعية اللايف مع الدكتور المادة، وده رابط بيبقى ثابت في الغالب دايما بيبقى موجود في أول صفحة من فوق. بعد كده بيبقى موجود الملفات والعروض التقديمية اللي هي الخاصة بالمادة العلمية كل أسبوع، بالإضافة للي هيتم عليها التقييم وهتكلم عنها بعد شوية. كمان عن طريق المنصة حضراتكم تقدروا تتواصلوا مع أعضاء التدريس عندكم. نيجي للنقطة المهمة وهي الخاصة بالتقييم. على المنصة التعليمية هيتم التقييم، التقييم بيبقى له شكلين، شكل اللي هو أسبوعي والشكل الفاينل. الأسبوعي اللي هو الخاص بالاختبار اللي ضروري حضرتك تحله قبل نهاية الأسبوع. الاختبار بيفتح من السبت إلى السبت، بيفتح السبت الساعة 10 مساء وينتهي السبت اللي بعده الساعة 9 مساء، طبعا كله بتوقيت السعودية، فلازم نظبط نفسنا على التوقيت السعودي. التقييم طبعا غرضه الرئيسي ان انت بيتقاس المادة العلمية وتلقي المادة العلمية بتاعتك، بحيث انك لما بيتم اختبارك بتراكميا كل درجة بتحصل عليها بتشارك في المعدل بتاعك في نهاية الفصل الدراسي. كمان الاختبار الأسبوعي هو عن طريقه بيتم احتساب اللي هو الغياب بتاعك أسبوعيا، فضروري جدا كل أسبوع دراسي ما نفوتش الاختبار بتاعنا، نعمل تشيك دايما كل شوية، ندخل على المنصة التعليمية نشوف إيه المطلوب مننا. وزي ما قلت الاختبار هو اللي بيتحسب عليه الغياب بتاعك. الغياب ناخد بالنا من حاجة، الغياب هو مش مجرد أنك بالنسبة للغياب يعني مش مجرد أنك حصلت على درجة سواء عالية أو قليلة كده بيأثر في غيابك، لا، هو أهم حاجة أنك فتحت الاختبار واكتسب. لكن حصلت بقى على درجة يعني كويسة أو درجة قليلة، دي اللي هتشارك فيه تراكميا في المعدل بتاعك بنهاية الفصل الدراسي. في الغياب دايما القواعد المنظمة للجزئية دي، وهتلاقوها دايما مكتوبة تحت في المنصة التعليمية في الجزء الخاص بالدسكريبشن، هتلاقي توصيف بالقواعد المنظمة للاختبار الأسبوعي. بعد كده عندنا خدمة تانية احنا قدمناها بدأناها الفصل الدراسي اللي فات، الخدمة دي خاصة بتطبيق الجوال. التطبيق الجوال ده يعني بأكد عليكم يعني نثبته عندنا، هو طبعا اوبشنال، لكن من خلال الخدمات اللي انا هشرحها او اشرت لها في الاس اي اس للبوابة الأكاديمية بتقدروا تحصلوا على الخدمات المقدمة من الجامعة، بالإضافة ان الإشعارات الخاصة والإشعارات المهمة جدا اللي بنرسلها لحضراتكم بتوصل لكم بشكل لحظي، بمجرد ما نبعت الإشعار بيوصل لكم كأن إشعار وصلك من الفيسبوك بأن في مهمة مطلوبة من حضرتك أو الإعلان عن الندوات اللي إذا حبيتوا تشاركوا فيها. فالتطبيق دايما خلال طول الفصل الدراسي نكون محملينه عندنا، وإن شاء الله برضو مع الوقت أو خدمات جديدة بنفتحها هتبقى منفردة في التطبيق الجوال. تقدروا توصلوا ل روابط التحميل عن طريق ان احنا ندخل على موقع الجامعة، وهنلاقي في نهاية الصفحة نهاية السايت في الفوتر من تحت رابط الدخول على البلاي ستور او الاب ستور على حسب الجوال بتاعنا. دايما في الدعم والمساعدة هتلاقي دايما في مادة مسجلة لحضراتكم تقدروا تحصلوا عليها من خلال المنصة التعليمية عن كيفية تصفح المنصة والتعامل مع المهام الدراسية، بالإضافة ان الجزء اللي اشار لي الأستاذ محمد الروبي عن التواصل مع الجامعة عن طريق التيكتس، فإحنا موجودين في كل مكان تقدروا توصلوا لنا. في جزء بقى يعني بكمل كلام زمايلي في متابعة المنصة، لما هم أشاروا لحضراتكم بأن ضرورة الرجوع للمنصة في
علشان ما نفقدش درجات او ان احنا يفوتنا مهم كتير، دايما نعمل تشيك على المنصه بتاعتنا من وقت للتاني، هنلاقي الاختبارات بتاعتنا موجوده، هنلاقي المهام الدراسيه بتاعتنا موجوده، علشان ما نفقدش درجات ولا نجزف بان احنا نخاطر بالتقدير بتاعنا او نخسر اي درجات. فدايما نرجع للمنصه التعليميه بشكل دائم، وبرضو ناكد على جزئيه ان احنا نسمع للجامعه فقط بخصوص التعليمات، ما نسمعش لاي جهات اخرى. في النهايه بشكر حضراتكم جدا، وان شاء الله هتبقى تجربه فريده جدا، وهتساعدوا باختياركم لاجتياز التجربه دي. شكرا لكم. شكرا لك مهندس احمد الباز. اما الان مع كلمه الامتثال والجوده مع الدكتوره فاطمه مصطفى. تفضلي دكتوره فاطمه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احب ارحب بطلاب الجدد والقدامى في جامعه الجامعه الذكيه، ونتمنى لكم التوفيق في عام دراسي جديد. إن شاء الله النهاردة سوف نستعرض لكم ونعرفكم أهداف قسم الجودة في الإدارة وفي الجامعة يعني، ومهامه ودوره في الارتقاء بالعملية التعليمية في الجامعة. سوف نستعرض برزنتيشن صغيرة إن شاء الله، هنوريكم بس دور الجودة والامتثال في تطوير العملية التعليمية. ظهرت كده البرزنتيشن؟ دكتورة تفضلي. تمام. اولا وحده الجوده لها رؤيه ورساله وهدف. فالرؤيه طبعا هي الارتقاء بمستوى الاداء والتطوير المستمر للنهوض بالعمليه التعليميه والوصول الى الرياده لتحقيق رؤيه ورساله الجامعه. تاني حاجة رسالة طبعا هي تفعيل ومتابعة النظام الداخلي لإدارة الجودة وتقييم الأداء بما يحقق النهوض بمستوى خريج الجامعة من خلال تطوير المناهج والمقررات والارتقاء بمستوى البحث العلمي. أهداف الوحدة هي تمكين الجامعة من تحقيق رسالتها وأهدافها الاستراتيجية، ونشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ومراجعة تطبيق المعايير الأكاديمية المرجعية في برنامج الكلية بلوائحه المختلفة، وتطبيق وتطوير آليات التقييم. أقسام الجودة عندنا جودة خارجية وجودة داخلية. فالجودة الخارجية يعمل عليها فريق محدد من الجودة، فيعمل على الحصول على الاعتمادات من المؤسسات الدولية الكبرى من خلال التواصل معها وتطبيق معايير الجودة الخاصة بها في الجامعة. وتاني أمر تعمل عليه هذه الجودة الخارجية هي العمل على الشراكات والأحداث العلمية والبحثية على مستوى العالم والمستوى الأكاديمي والبحثي. القسم الثاني من الجودة هو القسم الجودة الداخلي، وبرضو يعمل عليه فريق آخر من الجودة، وكل مهامه أو دوره هو المراجعة والتقييم الذاتي المستمر للمحاضرات بشكل دوري ومحاور العملية التعليمية. طبعا الجودة التعليمية الجودة الخارجية والداخلية الاثنين بيعملوا على تطوير العملية التعليمية والتحسين منها. الدراسة عندنا في جامعة الجامعة الذكية بتتمحور في المحاضرات المسجلة وحلقات النقاش. فطبعاً دور الجودة في المحاضرات المسجلة هي يتم مراجعة هذه المحاضرات وفقاً لمعايير يتم تحديدها وتوصيلها لأعضاء هيئة التدريس. ثم حلقات النقاش برضو يتم متابعتها ومتابعة هذه الحلقات وتقييمها والتأكد من مطابقتها للمعايير المتفق عليها من قبل إدارة الجامعة. أخيراً طبعاً الفيدباك، ودي أهم حاجة الفيدباك. الفيدباك عندي طبعا قسم الجودة بيرحب بأي فيدباك، أي طرح، أي استفسار من الطلاب بخصوص طبعا جودة وتحسين المحاضرات، وتقدروا توصلوها لنا عن طريق التيكتس فيها كاتيجوري خاص بالجودة. أنا هوريكم فيديو بس في السلايد اللي بعد دي إزاي تدخل تعمل التيكت، على تختار التيكتس بعد كده التيكتس الخاصة بالجودة، وتكتب أي كومنت أو أي طرح أو أي استفسار، أي حاجة تخص الجودة وطبعا تحسين من المحاضرات. وطبعا جميعا بنعمل، جميع الأطراف
بنعمل على كل قدم وساق مع طبعا مع الاطراف اولا مع حضراتكم كطلاب ومع الساده اعضاء هيئه التدريس ومع الكادر الاداري وطبعا متابعين للمعايير العالميه. فنرحب بجميع الاقتراحات ونعمل عليها من اجل تطوير وتحسين عمليه التعليميه. دوت فيديو مصغر بندخل على التيكت تذاكر وبنختار الجودة والامتثال وبعد كده بنختار إنشاء تذكرة أو تيكت وبنكتب أي كومنت أو أي استفسار أو أي مقترح لتحسين المحاضرات. وطبعا نحن جميعا نعمل على هذه المقترحات وطبعا نحطها في الخطة الاستراتيجية عشان نعمل عليها بإذن الله وتكون نقدم أفضل جودة للمحاضرات وأفضل جودة للعملية التعليمية. شكرا لكم جميعا. شكرا لك دكتور فاطمة مصطفى. ومع انتهاء تقديم ومع انتهاء يومنا نتقدم بخالص الشكر للحضور الكرام ونسأل الله العلي العظيم أن يكون عاما دراسيا سعيدا وموفقا لكم جميعا ودائما على تواصل معكم عبر قنوات التواصل بالجامعة ودائما نسعد بخدمتكم ومقترحاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش أستاذ أعضاء هيئة التدريس بتقدم بخالص الشكر لحضراتكم أجهدناكم تعبناكم معنا طلابنا الأعزاء نعرف الوقت طويل شكرا لكم إحنا موجودين مع حضراتكم وقت كمان للإجابة على الاستفسارات ولكن بستأذن إنه أعضاء هيئة التدريس شكرا لكم ربنا يبارك في حضراتكم يا رب ويجازيكم خير عنا ويزيدكم من علمه وفضله. شكرا لحضراتكم تقدروا تفضلوا إحنا الكادر الإداري موجود يجاوب على أي استفسار من الاستفسار ترمزين على طلابنا الأعزاء إحنا بخدمتكم باحثين بمرحلة الماجستير هنكون معاكم الإدارة القبول والتسجيل موجودين إدارة الإدارة التقنية باشمهندس أحمد الباز والعمادة الكلية وموجودين نجاوب على أي أسئلة وجودة. شكرا لحضراتكم أساتذتنا الأعزاء تقدروا تتفضلوا ونحن في خدمة الطلاب الإجابة على الاستفسارات. بعد إذن حضراتكم لو في أي استفسار نقدر نقوله وإحنا بنجاوب عليه الاستفسارات العامة. طيب يا دكتور نضيف بس إنه إحنا في حاجة عندنا مش عارف دكتور تطرق لها ولا لا اسمها الساعات المكتبية. الساعات المكتبية غالبا بتكون في بداية الأسبوع بيتم التنويه عنها من خلال التليجرام. الساعات المكتبية بنقابل فيها إدارة الجامعة بتقابل فيها الطلاب نبدأ نرد على استفساراتكم أو على الحاجات اللي واجهتكم خلال الأسابيع الأولى في الدراسة. مباشرة تواصلوا معنا أنا أرسلت رابط في الرسائل أرسله تاني مع إدارة القبول والتسجيل تقدروا تواصلوا معنا أو مع جميع الإدارات في الاستفسارات اللي عندكم. إن شاء الله إن إحنا مش هنسيبكم لوحدكم يعني فأي حد عنده استفسار أو عنده مشكلة ما يلاقش يبعث لنا وإحنا إن شاء الله هنكون موجودين. طيب في طالب دكتور بيسأل إنه حذف مادة بالغلط تقدر ترجعها عادي يعني تدخل على إضافة مادة أتوقع إنه بعتنا لكم الدعم الفني كان بعت إيميل طريقة إضافة المواد فتقدر تدخل تضيفها لو ما عرفتش تضيفها تبعت لي إدارة القبول والتسجيل. بالنسبة للطلاب اللي عندها مواد مش شرط إنهم يعدلوا عليها مش مطلوب منك إنك تعدل لو أنت مقتنع بالمواد اللي عندك إن هي مناسبة وإن هي حسب الخطة الدراسية فأمورك تمام. طبعا هي أكيد يعني مناسبة للخطة الدراسية لأنه مش هينزل لك أي مواد أبدا ما تخصكش أو ما تخصش القسم بتاعك. طيب المحاضرات المسجلة بتنزل كل يوم سبت في الساعة 12 ظهرا بتبدأ تنزلكم. الكويزات بتتفتح بالليل من يوم السبت فأنت معاك أسبوع للسبت القادم إنك ترد عليها عفوا إنك تدخل عليها الكويزات إنك تحلها معاك أسبوع. المحاضرات أيضا معاك أسبوع تقدر تشوفها حتى لو انتهت المحاضرة تقدر تشوفها أيضا بعد كده ولكن الكويز بعد أسبوع فقط بيغلق ومتقدرش تدخله تاني. الدكتورة علا هي المسؤولة عن الأنشطة الطلابية فمش بتدرس مادة في الفصل الدراسي الحالي. طيب اللي مش عارف يدخل الموديل ممكن يعمل استعادة كلمة المرور هتجيله على الإيميل اللي هو مسجل بيه. لو الإيميل اللي انت مسجل بيه ما وصلتكش مباشرة ارسل تذكرة للدعم الفني. ازاي تقدر تشوف الاختبار؟ إدارة الدعم الفني كانت أرسلت فيديو ممكن يتم إرساله لكم تاني.
ازاي تدخل على المحاضرات والاختبار. الاختبار الاسبوع الاول الاختبار بيكون تجريبي، فبتقدر تدخل وتجرب تدخل الاختبارات بتاعت المواد كلها، تشوف ازاي تشوف الكويز، ازاي تشوف المحاضرات. فالاسبوع الجاي الاول ما فيهوش ضغط، ما فيهوش اي حاجه عليك غير انه تجريبي عشان تبدا تجرب وتشوف المنصه وتتعرف عليها وعلى المناهج وعلى الدكاتره. اسمح لي كمان حابب انوه عن حاجه، الناس اللي بتسال على الجروبات، احنا في جروبات رسميه على التليجرام خاصه بالجامعه احنا هنشرها لحضراتكم لو عايز توصل ليها، لانه في جروبات خاصه بيكم دي ملناش علاقه بيها، دي جروبات فرعيه ملناش علاقه بيها نهائيا لا من قريب ولا من بعيد. اما الجروبات الرسميه لا يتاح فيها الكومنت، بيكون فيها تنويهات زي الجداول زي التعليمات زي الندوات، وده اطلبها انا ممكن انزلها لحضراتكم دلوقتي، ولكن في ناس كمان بتنزل جروبات خاصه، فاطلبها من الاداره من سواء كان وسائل التواصل او عن طريق تيكت. لو حضرتك مثلا ماجستير اداره مشاريع قول انا محتاج جروب تليجرام اداره المشاريع، فبنرسل لحضرتك الرابط وبالتالي تقدر تتابع من عليه. وبالفعل تم ارسال القنوات لكل تخصص من خلال الايميل، فيقدر الطلاب ان هم يطلعوا عليها كلها ويدخلوا. الناس اللي بتقول منين اخذ الرقم الاكاديمي، باشمهندس احمد الباز هيجاوب علينا. الرقم الاكاديمي هو الرقم الاكاديمي برضه لما الطلاب سددوا الرسوم مباشره وصلهم الرقم الاكاديمي على الايميل، وهو اسم المستخدم في المنصه الاكاديميه، ده الرقم الاكاديمي بتاعك، تقدر انت تدخل المنصه الاكاديميه بتاعتك، بعتنا لك الايميل عفوا الباسورد والرقم الجامعي اللي هو اسم المستخدم في نفس الوقت، وبتدخل وتقدر تشوف كل بياناتك الموجوده جوه. ما قدرتش تتعرف عليها برضو تقدر تدخل على موقع الجامعه وتدخل على التذاكر، هتلاقيها موجوده في لحظه واحده، هتلاقيها موجوده في الحرم الجامعي. اذا دخلت موقع الجامعه تلاقي فوق التسجيل وجنبه الحرم الجامعي، لو دخلت على الحرم الجامعي تلاقي فيها التذاكر للناس اللي ما عندهاش بيانات الدخول للمنصه الاكاديميه، تواصل معانا من خلال اللينك ده اللي هتلاقيه، واحنا نبدا نزودك بكل حاجه. الطالب اللي ما وصلوش يقدر يتواصل معانا مع اداره القبول والتسجيل، احنا هنبعت تاني وانت تواصل معانا وتاكد ان انت بتدخل على ايميلك اللي سجلت فيه مع الجامعه وتواصل معانا واحنا نزودك بيه. طيب المحاضرات اللي بتبدا من 5 مساء، وبقدر الامكان احنا اخرنا المحاضرات انها تبدا في تكون مسائيه عشان تتناسب معاكم، فالطالب يبدا يظبط بقى هو وقته، لان زي ما انتم شايفين حتى الحضور او عارفين عدد طلاب الجامعه هم تخطوا العدد الطلاب حاليا في الفصل الحالي يمكن 4000 وشويه، فمش هنقدر ان احنا نعيد جدوله المحاضرات دي تاني. فالمحاضرات كمان ما بتكونش مسجله، يعني محاضرات البث المباشر ما بتنزلش تاني على الموديل او في اي مكان تاني، لو بتكون مسجله بتكون مسجله فقط لاغراض الجوده، فالطالب يحاول يلتزم بحضور المحاضرات، هي مش اجباريه ولكن الاستزاده من العلم والنقاش مع الدكاتره. هل في سلايدات خاصه عشان نذاكر منها؟ في مع المحاضره المسجله في PPT وفي PDF موجودين. هل هي مترجمه؟ لا، هي انجلش فقط وما تعتمدش على الترجمه، الدكتور هو بيشرحها بالعربي وبالانجلش الاثنين مع بعض، وبالتالي حضرتك تقدر تطلع على المحاضره وبالتالي تستوعب كل مهاره وكل معلومه فيها، وبعد كده تقدر تدخل الاختبار. ما تدخلش الاختبار غير وحضرتك مطلع على كل سطر وكل كلمه في المحاضره المسجله، كل سطر في البي بي تي او البي دي اف، الماده العلميه اللي مرفوعه مرافقه للمقرر، على اساس انك تدخل الاختبار وانت جاهز ليه. طيب في احد الطلاب كان بيسال الدكتور على امتى يقدر يتناقش مع الدكتور، هي حلقات النقاش كلها للنقاش مع الدكتور، فبتدخل حلقات النقاش تبقى زي الزوم اللي احنا فيه دلوقتي، بتبدا ترفع ايدك وتطلب ان انت تشارك مع الدكتور، الدكتور بيديك صلاحيه انك تبدا تشارك تسال الاسئله اللي انت عايزها، بيجاوبك على الاسئله، بيتناقش معاك، وبعدين بيشيل عنك الصلاحيه وبيدخل زميلك عشان يكون في ترتيب للعمليه التعليميه. في حد بيسال على حلقه النقاش دكتور، في حد بيسال على المحاضره المسجله كل يوم كم محاضره احضر؟ المحاضره المسجله بتترفع يوم السبت الساعه 12، تقدر تسمعها في اي وقت ان شئت. كم محاضره في الاسبوع يا دكتور للماده الواحده؟ محاضره واحده لكل مقرر في الاسبوع، وبالتالي عندك 10 اسابيع دراسيه ب 10 محاضرات ب 10 اختبارات قصيره.
طيب في بعض الطلاب يقول انه عنده تداخل في موعد نقاش ماده سلاسل الامداد والاداره الاستراتيجيه. الفصول مستقله. هل احذف ماده او يوجد تسجيل للنقاش؟ المحاضره مسجله، اما حلقات النقاش هي حضورها اختياري، وبالتالي تقدر بدل ما تفقد وقت ومقرر، لا تقدر تتابع حلقه المحاضره المسجله وتقدر، لانه اكيد ده مقرر يا استاذ محمد، هو شايله من قبل كده، لانه الفصول لو انه منزلهم فصل الدراسي القادم. اه بالظبط كده. طيب دكتور، في حد بيسال بيقول بكالوريوس الاداره هو نفسه اداره المشاريع؟ لا طبعا، ده قسم وده قسم. في سؤال عندنا هنا، قبول التسجيل المقبولين في المنح متى يرسل لهم الرقم الجامعي؟ المقبولين في المنح، بعض الطلاب قدموا في المنح وما قدموش في الجامعه، فبالتالي اوراقه مش موجوده عندنا. هو المفروض يدخل الطالب يسجل كطالب جديد عادي من موقع الجامعه، ويسجل كل بياناته، بيرفق الشهادات المطلوبه منه وعقد الجامعه وكل حاجه، وبعدين بيقدم المنحه. حصل على المنحه بندخل احنا نعمل له موافقه ونضيف له الفصل الدراسي اللي عنده، ندي له الرقم الاكاديمي ويدخل على المنصه التعليميه. فالطالب لازم يدخل على المنصه التسجيل ويسجل ويوصل لمرحله السداد، هيطلب منه السداد. لما يطلب منه السداد كان بيدخل يقدم على المنح، حاليا خلاص ما فيش حد تقديم جديد على المنح. فالطالب اللي حصل على المنحه بالفعل يقدم بس ويرسل رساله للقبول التسجيلي، والله انا قدمت ودي بياناتي وحصلت على منحه، من فضلكم ضيفوني، وهيتم اضافته. بعض الطلاب بيقولوا الموديل لا يعمل، كيف الطريقه للدخول للموديل؟ الدخول للموديل لازم يكون وصلك بيانات الدخول للموديل. بيانات الدخول للمنصه الاكاديميه تختلف عن بيانات الدخول للمنصه التعليميه. فلو ما وصلكش الموديل تواصل مع اداره الدعم الفني. لو وصلك الموديل وبعدين نسيت الباسورد او حاجه، تقدر تعمل استعاده لكلمه المرور. ما عرفتش تعمل استعاده لكلمه المرور، ترسل تذكره للدعم الفني وهم بيبداوا يساعدوك ويرسلوا لك الباسورد. لكن تاكد انك بترسل لهم من حسابك في المنصه التعليميه. اتفضل يا دكتور. في حد بيسال بيقول كيف ادخل حلقات النقاش؟ تقدر تدخل حلقات النقاش عن طريق الرابط الموجود في المقرر. مجرد ما حضرتك تدخل على الموديل الصفحه بتاع المقرر، هتلاقي الدكتور واضع ليك التعليمات بتاع المحاضره، واضع ليك الجدول، واضع ليك الرابط بتاع حلقات النقاش. حضرتك تاخد الرابط ده، الرابط ده بيكون ثابت للمقرر في الميعاد ده. حضرتك تاخد الاكونت ده زوم وتدخل عليه، تقدر تشارك فيه حلقات النقاش. اللي بيقول الغياب بيتحسب على ايه؟ الغياب بيتحسب على دخولك لاختبارات قصيره، يعني لو غبت اربع اختبارات يبقى انت غبت اربع محاضرات تقدر تاخد عليهم حرمان في الحاله دي، بلاش نغيب من الاختبارات. اللي بيسال على الاختبار القصير، انتوا بتسالوا بسرعه فاعذرونا، اللي بيسال على الاختبار القصير الاولاني التمهيدي هل بيحسب عليه درجات؟ لا يحسب عليه درجات، ولكن يجب ان حضرتك تدخل عشان تتدرب على وقت وكيفيه الاجابه على الاسئله وكيفيه انهاء الاختبار وتسليمه. وبالتالي هو اسبوع تمهيدي مهم جدا. متى بتبدا حلقات النقاش؟ على حسب الجدول اللي موجود على المودل واللي موجود احنا ناشرينه على موقع الجامعه. اليوم في محاضره، المحاضرات حلقات النقاش هتبدا من بكره. المحاضرات المسجله بالفعل تم رفعها كلها لحضراتكم، تقدروا تدخلوا تطلعوا عليها من النهارده لحد السبت القادم الساعه 12 الظهر. اللي عنده مادتين بنفس الوقت ده بيحصل في حالتين، يا يعني اما شايل مقرر من فصل سابق او اختار مقرر من فصل حالي، وبالتالي انت عندك مساحه جدا تقدر تسمع المحاضرات المسجله. اما حلقات النقاش هي حلقات اختياريه، وبنحاول على قد ما نقدر ما تكونش حلقات النقاش في نفس الوقت. حلقات النقاش في طالب بيسال ازاي اعرف ان انا عندي تعارض لو نزلت ماده ثانيه؟ مجرد ما تنزل ماده ثانيه تروح على الجداول وتفتح الجدول بتاعك زي ما شرحنا من شويه، ده الجدول بتاعك. تبدا تفتح الجدول بتاعك وتشوف المواعيد، موعد حلقات النقاش هنا موجوده. هتبدا تشوف ان عندك محاضرتين في نفس الوقت، فممكن تحذف الماده اللي عندك دي، او ان انت تشوف يعني ممكن تحضر احد المحاضرات، ممكن تاخد جزء من هنا وجزء من هنا حسب اللي يتناسب معاك. لكن حلقات النقاش مع اعداد الطلاب تم عمل حلقات النقاش على اساس الخطه الاساسيه للدراسه، فاي تغيير عندك في المواد دي بتكون مسؤوليتك انت، انت بتختار وبتدخل تشوف الجدول والله مناسب معاك او مش مناسب معاك، عندك تعارض ما عندكش تعارض، ولكن احنا بنحطها على الخطه الاكاديميه المعتمده من الجامعه. بتحط الجداول ما فيهاش تعارض، والتعارض بيكون بسبب ان انت اضفت ماده من فصل دراسي سابق او من فصل دراسي قادم للعد الاكاديمي بتاعك.
دكتور محمد الصوت عندك مغلق، لو تفتح الصوت. حد بيسأل بيقول الكويز أدخل في أي وقت؟ أه في أي وقت، من يوم السبت الساعة 10 بالليل معاك لحد السبت اللي بعده الساعة 9، وبالتالي تقدر تحل الاختبار في أي وقت، ولكن الاختبار ليه وقت معين، هو 24 دقيقة من تاريخ من درجة دخولك للاختبار. طيب في طالب بيقول لو أنا دلوقتي أضفت مادة ولقيت في تعارض أعمل إيه؟ إن أنا إزاي ألغيها؟ فبتدخل برضو على إضافة مادة فيها حذف مادة، فبتحذف المادة دي، وبيكون بالشكل ده أنت حذفت المادة اللي عندك وراح التعارض. في حد تاني بيسأل إزاي أحول المنصة عربي؟ فالمنصة بتتحول من فوق على اليمين أو على اليسار حسب أنت عامله عربي أو إنجليزي، ويفضل دايما دخول للمنصة التعليمية من لابتوب أو من متصفح، خاصة قد يكون كروم هو الأفضل لحل الاختبارات كلها، عشان ما يحصلش عندك مشكلة في الاختبارات. الطلاب ان شاء الله بيرسلوا بسرعه جدا اسئله كتير. اللي بيقول اقدر ادخل من الجوال في حاله الضروره فقط، اما يرجى عدم دخول غير باللاب واستخدام جوجل كروم، لانه في اسئله صوتيه ممكن اسئله تكون طويله ما تظهرش معاك مع الموبايل بشكل افضل. يعني من خلال خبرتنا انه في شكوى بتيجي من بعض الطلبه من استخدامه للجوال، ممكن اسئله صوتيه ما تشتغلش معاك، بالتالي افضل وسيله الاداره التقنيه دايما تنصحنا بها ان الطالب يستخدم لابتوب او جهاز ديسكتوب، ويستخدم جوجل كروم على اساس انه الاسئله الصوتيه يقدر يستمع ليها ويقدر يجاوب عليها كويس. طيب حد بيسال الدكتور بيقول كيف طريقه الاسئله الصوتيه؟ الاسئله الصوتيه الدكتور بيسجل سؤال صوتي، ده من معايير الجوده اللي بتطبق الهيئات اللي احنا واخدين منها اعتماد، انه يكون نسبه من الاسئله اللي دارجه في الاختبارات بتكون اسئله صوتيه، وليكن مثلا الدكتور مجدي الحاجه مثلا، فبيروح مسجل سؤال صوتي، هو نفس السؤال صح وغلط مثلا، بيسجل السؤال صوتي، فحضرتك بمجرد ما تضغط على الصوت بيشتغل الصوت، بيسال السؤال بيقوله انجلش وبيقوله عربي، يعني انجلش ومترجم، وحضرتك تقدر تختار صح ولا غلط، وبالتالي هو بسيط جدا، المهم ان يكون حضرتك مستخدم جهاز، تكون مستخدم سماعه بصوت عالي، وتقدر تعيد سماع الصوت، ولكن لا يمكنك اعاده سؤال للخلف وانك انت تدور على سؤال في الخلف. الايباد احنا قلنا الديسكتوب واللابتوب افضل شيء. طيب بيسالوا ايه الفرق بين المنصه الاكاديميه والمنصه التعليميه الاس اي اس والموديل؟ المنصة التعليمية المنصة التعليمية اللي هي المودل عليها كل المحاضرات صفحات، ولكن أنا مسجل ثلاث مقررات، وبالتالي هلاقي عندي ثلاث صفحات للثلاث مقررات، هدخل على أول مقرر بلاقي الأسبوع الأول ويك 1 افتحتها البرزنتيشن والبي دي اف والمحاضرة المسجلة، وفوق الرابط بتاع حلقة النقاش، ويك 2 في ثلاث حاجات، ويك 3 وهكذا. أما المنصة الأكاديمية الاس اي اس دي عليها كل بيانات ساعتك، وكل تقدر تبعت لينا تيكت، تقدر تدخل على النماذج، عايز تقدم اعتذار تدخل تقدر تقدم اعتذار، تقدر تتابع الغياب بتاعك، تقدر تطلع افادات، وبالتالي هو كل شيء يخص الجانب الاداري شويه. اما الثاني يخص الموديل، كل شيء يخص الجانب الاكاديمي العلمي، هتلاقي عليها المقررات، تلاقي الدكاتره، تلاقي عليها الماده العلميه وهكذا. طيب في الطلاب الجدد احيانا بيطلبوا بعض الخطابات او بعض الملفات، تقدر تدخل تحصل عليها بنفسك من خلال المنصه الاكاديميه اللي هي الاس اي اس، تدخل على الخطابات وبتحمل الخطاب اللي انت عايزه سواء عربي او انجليزي موجود الكتروني، تقدر تحصل عليه. بالنسبه للنماذج لما بيكون في دكتوره مثلا علا في ورشه عمل او في ندوه او كده، بيدخل الطالب عشان يحصل مثلا على شهاده حضور او عشان يتم تذكيره بموعد الندوه، بيدخل يسجل في نموذج الندوه بيلاقيه في النماذج، بيقدر يدخل يسجل فيه. لا طيب لو في تذكره انت رفعت تذكره وجه الرد عليك مش مناسب فيه، تدخل على النماذج وبتلاقي ايضا نموذج تقدر تعبي فيه بياناتك ورقم التذكره والرد، انه كان ايه اللي كان مش واضح في التذكره او الرد ما كانش مناسب، وبنبدا احنا نتواصل معاك مره اخرى ونشوف ايه المشكله اللي واجهتك. بقول المحاضرة أقدر أستمع ليها مرة تانية؟ تقدر تستمع مرة تانية وثالثة ورابعة، موجودة المحاضرات، ويك 1 فيه المحاضرة بتاعته، ويك 2 فيه محاضرة، تقدر تستمع ليه أكثر من مرة براحتك خالص، المحاضرات متوفرة معاك طول ما أنت بتدرس والمحاضرات موجودة معاك.
اللي ما وصلوا رقم جامعي للآن يتواصل مع إدارة القبول والتسجيل. المنح أغلب طلاب المنح وصلهم، اللي لسه ما وصلوش يكون كان تحت الدراسة أو ناقصوا بعض الملفات، لأن أرسلنا إيميل للطلاب اللي يحصلوا على المنح، وكان الرد في الإيميل عندنا أنه حصلت على المنحة أو لم تحصل على المنحة. اللي حصل على المنحة طلب منه أنه يعبي فورم تاني ويرفق فيه عقد تاني خاص بالمنح، بيرفق البيانات دي وبعدها احنا بنوافق عليه بعد ما نراجع البيانات اللي هو ارفقها ويوصله رقم جامعي. لو تاخرنا عليك طبعا الاسبوع الاول مفيش درجات. هل حلقات النقاش مسجله؟ حلقات النقاش هو مفيش درجات الاسبوع الاول، هو تجريبي، فان شاء الله ما فاتكمش اي حاجه يعني على ساعة الامور، بس تواصلوا مع اداره القبول والتسجيل واحنا نبلغ. ايضا تقدر تستفسر اذا ما بلغكش قبول او رفض، تقدر تستفسر. اتفضل دكتور. هل حلقات الاختبار قصد تبدأ فوراً بعد حلقة النقاش؟ الاختبار بينزل لحضرتك مع المحاضرة المسجلة يوم السبت، ولكن المحاضرة المسجلة بتنزل الساعة 12، الاختبار بينزل لحضرتك الساعة 10 بالليل، وبالتالي تقدر تختبر على مدار الأسبوع. حلقات النقاش هي مسجلة؟ لا، حلقات النقاش غير مسجلة، يجب أن تحضرها لايف، لأن دي بتبقى حلقة نقاشية بتاخد شوية جو أريحية شوية، بنقدر نمسح نسمح للطلبة بالمشاركة، الدكتور يبدأ يسمح بأمثلة تطبيقية. أما المحاضرة المسجلة فيها كل حاجة مادة علمية رسمي، يعني مسجلة بطريقة أفضل من حلقات النقاش، ودي موجودة مع حضرتك. هل في تحديد مستوى اللغة الإنجليزية؟ لا. كيف أسجل بالمودل؟ وصل لحضرتك رابط فيه المودل، لو ما وصلش ابعت لي نتيجة في أقرب وقت. المودل يتحمل على الجوال، فضل ان حضرتك تدخلي من على اللابتوب او الديسكتوب. طيب، في محاضره يوميه مباشره، في حلقات نقاش على حسب المواد اللي حضراتكم مسجلينها. واعتقد المفروض ان يبقى في ثلاث محاضرات مثلا، متوسط ثلاث محاضرات بثلاث حلقات نقاش. كيف راح تكون حلقات النقاش؟ في صفحه المودل حضرتك بتدخل تشوف الرابط اللي الدكتور وضعه، الرابط حلقات النقاش، تدخل عليه في الموعد المحدد وفق الجدول. الاختبارات في خلال كام يوم لازم احلها؟ معاك 7 ايام من السبت للسبت. اقدم منحه؟ دي الاستاذ محمد يقدر يجاوبك عليها. لا، خلاص انتهى وقت التقديم على المنح، وانتهى ان شاء الله الفصل الدراسي القادم. بالنسبه للطلاب اللي ما وصلهمش، انا ارسلت تاني اللينك وارسله كمان مره، اتصل مع اداره القبول والتسجيل للاستفسار. كيف احمل الماده العلميه؟ كل مكرر، كل محاضره بيكون معاها البي بي تي او البي دي اف، تقدر تطبعهم. نعم. طيب دكتور، في طالب بيسال السؤال كذا، ما ساله كتير، هل يوجد اختبار اليوم؟ الاختبار معاك اسبوع، فما فيش اختبار محدد له وقت محدد الا الاختبار النهائي. الاختبار النهائي بيبقى عندك اختبار يوم كذا من الساعه كذا الى الساعه كذا تدخل فيه. الكويزات بيكون معاك اسبوع تدخلها في اي وقت، فالكويزات بدات من اليوم، ما تقدر تحضرها بكره، بعد بكره، اللي بعده، اللي الى يوم السبت قبل ما ينزل الكويز اللي بعده ويتم اغلاق الكويز الحالي. في طالب بيسال عن العقد، معلش يا دكتور احنا ناخد جزء القبول والتسجيل شويه. في طالب بيسال عن العقد، انه لازم يوقعه بخط ايده، انه لازم يطلع على كل حاجه موجوده في العقد، فبتطبع العقد وتعبي بياناتك فيه وتوقع العقد وتبعته مع بياناتك، وبيتم مراجعه الملفات المرفقه والموافقه عليها او طلب تعديل منك. اليوم في اختبار جاوبنا عليه، الاختبار معاك 7 ايام من تاريخ النهارده. طب لازم احمل المواد ولا اكتفي باللي موجود من قبل؟ لا، حمل المواد جديد. لا تعتمد. طيب، هو بيسأل اتوقع على المواد اللي نزلت بشكل تلقائي، فالمواد اللي نزلت لك بشكل تلقائي تقدر تكتفي بيها، هي حسب الخطة الدراسية عادي. لو المواد اللي انت شايفها نازله عندك هي نفس المواد درستها قبل كده، ترفع لنا شكوى، لان غالبا مش هيحصل ده ابدا، ولكن اذا حصل معاك ارفع لنا شكوى. لكن غير كده الخطة، يعني انت بتسدد مثلا رسوم الفصل الدراسي، بينزل لك المواد حسب الخطة الدراسية. حابب انك تضيف او تقلل منها، ده يرجع لك حسب العبء اللي انت تقدر تتحمله، لكن غير كده هي مناسبه. كل ماده لها كويز اسبوعي ولا بس كويز واحد؟ كل ماده، كل مقرر ليك كويز اسبوعي. طيب، نفس اتفضل. عدد تختلف كلمه المرور، ده على حسب الرقم الاكاديمي بتاعك، ويرجى انك انت تغيرها وتكون تحتفظ بيها ولا تعطيها لاحد، عشان عليها كل بياناتك زي ما قال الاستاذ محمد في العرض بتاعه. المحاضرة ينفع تكون فترة صباحية؟ المحاضرة مسجلة موجودة معاك، تقدر تحضرها في أي وقت شئت. أما الكويز هو لفترة مسائية، على أساس إنه معظم الناس بيكون شغلها صباحي. كم كويز لكل مادة؟ كل أسبوع كويز لمدة 10 أسابيع، وبالتالي عندنا 10 أسابيع، 10 كويزات في 10 أسابيع. هل في واجبات؟ لا يوجد واجبات. المحاضرة كم مدتها؟ المحاضرة مسجلة من 70 ل 90 دقيقة. أما حلقة النقاش هي ساعة.
طريقة تسجيل الدخول للموديل تم إرسال لحضراتكم طريقة الدخول، ولو ما ترسلتش ارسل تيكت نبعت لك طريقة الإرسال. في بعض الطلاب اللي هم قدموا على منح وبيقولوا انه بعد ما حصلوا على المنحة كانوا مسددين الرسوم او كده، الرسوم دي مش بيتم اعادتها الا لو كان الإدارة وعدت حد بانه هيتم اعادتها، لكن غير كده هو اصلا المنحة المفروض تكون للطلاب غير القادرين على السداد. اذا كان عندك القدرة على سداد الرسوم فيفضل ان انت تترك المنحة لشخص اخر يستحق المنحة. ان عدد المنح اتوقع الجامعة نشرت عن عدد المنح، عدد المنح كبيرة، ولكن نستهدف بها الاكثر احتياجا للمنحة. قد تكون انت في حاجة الى جزء من المنحة مش منحة كاملة، في غيرك ما بيدرسش او ما عندوش القدرة المادية على الدراسة، فلا تحرمه من فرصة الدراسة وانت قادر على سداد الرسوم. الناس اللي بتسأل على الاعتمادات، هل الجامعة معتمدة في مكان معين؟ الجامعة هي جامعة عالم في السعودية، لم يعطى الى الان لم يرخص التعليم اللي عن بعد، وبالتالي تقدر تدخل على موقع الجامعة وتشوف الاعتمادات الموجودة وتطلع عليها بشكل كويس جدا. مشروع التخرج مع دكتور وليد ان شاء الله هيكون بحث علمي وفق خطوات البحث العلمي، من اول اختيار العنوان مقدم ومقدمة لحد تصور مقترح. ماذا تظهر درجة كويس الأسبوع اللي بعده؟ الجامعة المعتمدة والإمارات، أنا جاوبت حضراتكم. الاعتمادات موجود، صفحة الاعتمادات على موقع الجامعة، تقدر تدخل وتقرأ عن كل حاجة موجودة فيه. في طالب بيسأل عن انتهاء إضافة وتعديل المواد، هل لها ديدلاين؟ هو يوم 6 أكتوبر ده آخر موعد لتعديل المواد، بعدها مش هيسمح لك أبدا أنك تعدل المواد، وأي مادة هتتسحب منها بعد كده هتكون موجودة في السجل الأكاديمي بتاعك، مش هتتشال من السجل الأكاديمي. طبعا هي هتكون موجودة في السجل الأكاديمي بعلامة انه انت انسحبت منها، ان شاء الله مش هتأثر على المعدل بتاعك، ولكن هتكون موجودة في السجل الأكاديمي بتاعك. هل عدم حضور حلقات النقاش يؤثر على الدرجات؟ لا، اختياري، ولكن تؤثر على كم المعارف اللي بتحصل عليها. كيف يمكن الحصول على شهادة التخرج؟ تقدر عن طريق الـ SIS تدخل على النماذج، تعبي نماذج الحصول على الشهادة وتسدد رسومها وتوصلك لحد مكانك. طيب في طالب بيقول انه لما بيحاول يضيف مواد بيكون وصل للحد الاعلى وبيرفض يضيف معاه مواد، فيعني يكفي بالقدر ده في حد اعلى وحد ادنى لعدد الساعات اللي تقدر تضيفها. فاذا كان عندك مشكله، اذا كان انت مثلا طالب بيتخرج الفصل ده ومحتاج تضيف ماده زياده هي اللي متوقف عليها تخرجك، ممكن تتواصل مع اداره القبول والتسجيل. غير كده مفيش اي استثناءات للحد الاعلى والادنى للعب الاكاديمي. مشاكل التسجيل الدخول للموديل، اذا وصلك بيانات الموديل لانها مكتوب عليها بيانات الدخول للمنصه التعليميه، اذا وصلتك حاول تدخل بيها، ما وصلتكش اطلبها من الاداره الدعم الفني او حاول تعمل استعاده لكلمه المرور لو كانت وصلتك وضيعت الباسورد، ويوصلك كلمه المرور الجديده على الايميل. ما وصلت ترجع مباشره للدعم الفني، قلنا الدعم الفني تقدر توصل لهم من خلال التذاكر اللي انا هحط لكم رابط التذاكر دلوقتي تاني، تقدر توصل لها وتتواصل مع إدارة قبول التسجيل أو إدارة الدعم الفني أو الجودة أو أي إدارة أخرى. هل بيطلب الشهادة السنوية الأصل عند استلام شهادة التخرج؟ ده بيتم استلامها في القبول التسجيل في البداية، أما شهادة التخرج لا، بتطلبها مباشرة. بعد حلقات النقاش تعرض مع مواعيد عملي، فكيف احصل عليها مسجله؟ للاسف حلقات النقاش هي اسمها حلقه نقاش وبالتالي غير مسجله، لان احنا بندخل نتكلم على امثله، وليكن مثلا دكتوره ولا تتكلم على التمويل في المحاضره، فبتيجي تقول شركات وتتكلم وحضرتك تدخل الدردشه، وبالتالي حلقه نقاشيه، ده ما ينفعش تسجيل وتخرج بشكل رسمي باسم الجامعه، لا طليق باسم الجامعه ولا طليق باسم حضراتكم، وبالتالي غير مسجله. اما المحاضرات المسجله دي متاحه على الموديل لحضراتكم، في كتب للمواد PDF و PPT متاح على كل صفحة كل مقرر في الموديل. تبغى تتواصل مع الدعم الفني؟ هرسل الرابط تاني. في بعض الطلاب بتسأل على المعدل التراكمي اللي يكون موجود في شهادة التخرج وكذلك رقم الهوية أو لا، فده مش بيكون موجود في شهادة التخرج. ولو نرجع للجامعات العالمية، في بعض زملائنا هنا اللي في الماجستير هتلاقوا درسين في جامعات عالمية، هيلاقوا أنه ما بيتحطش البيانات دي في شهادة تخرجك، بيكون مكتوب بس اسم الطالب والدرجة اللي حصل عليها، كل التفاصيل الأخرى تكون موجودة في السجل الأكاديمي اللي هو ترانسكريبت.
في حين ان احنا لو موجوده دلوقتي كل الطلاب لما بتتخرج بتبدا ينزل الشهاده بتاعته وبعدين يشطب على الرقم الهويه ويشطب على المعدل. طيب هو مش موجود فيها بالاساس، يعني اذا انت حابب تنزل المعدل وكل التفاصيل اللي موجوده عندك تقدر تاخد الترانسكريبت وتنزله، وهو اللي بيرجع لكل الجامعات او كل اللي عايز يعرف درجاتك الحقيقيه ما بيرجعش للمعدل بس، بيرجع لكل السجل الاكاديمي، فهو فيه كل التفاصيل. دكتور بخصوص حلقات النقاش، هل كل استاذ ليه حلقه نقاش خاصه بيه؟ كل مقرر ليه دكتور وكل دكتور ليه حلقه نقاش خاصه بيه. هل المحاضره اقدر انزلها من المودل او اتفرج عليها بدون انترنت؟ تقدر حضرتك تنزلها لان هي موجوده مسجله، تقدر تحملها. من الان نبدا نحضر المحاضرات ونحل كويز من بكره ان شاء الله. سيب نفسك تستريح، النهارده تعبناكم واجدناكم، سامحونا. تقدر تحل بالايباد، تقدر تحل بالايباد بس تحمل مسؤوليه لو سؤال ما فتحش معاك يرجع دخول من اللابتوب. او انا عن نفسي يعني حتى لو خرجت كده ما برضاش افتح الموبايل على اساس مش كل حاجه بتظهر معايا، يفضل اللابتوب او الديسكتوب. طيب في سؤال هنا بيقول انا ما فهمت ليه مطلوب مننا نعلن على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي سفير المعرفه او مشاركه المعرفه على مواقع التواصل الاجتماعي، هو ده توجه الجامعه ككل؟ الجامعة لو دخلنا على قناة اليوتيوب بنلاقي إن الجامعة فتحة كل المحاضرات بتاعتها موجودة على اليوتيوب. الجامعة بتحاول تقدم منح، بتحاول تشارك دايما في خدمة التعليم، وإنها يكون التعليم للجميع زي ما كان اسم الجامعة جامعة الجميع الذكية. فبالتالي مطلوب منك إن أنت تنشر العلم وتساعد على نشره وتشارك فيه، وفي بيكون جوائز لسفراء المعرفة زي اللي كان في حفل التخرج اللي فات، كان حصل زملائنا من طلاب البكالوريوس، هم كانوا الأغلب، وبعض طلاب الماجستير بس كان البكالوريوس ما شاء الله متحمسين أكثر، حصلوا على 10 تذاكر ذهاب وإياب لحضور حفل التخرج، فبيكون فيها جوائز، بيكون فيها شهادة سفير المعرفة. شارك المعرفة ولا تبخل بالعلم. أنا لينا طلبات بما أنك عملت تسأل وكمان إحنا نسأل، لينا طلبين، ليا طلبين عن حضرتك ورجاء خاص. الطلب الأول هو إتاحة الوقت للدكتور يعني في حلقات النقاش ننهل من علم أعضاء هيئة التدريس على قد ما نقدر، وبالتالي نتيح ليهم الفرصة إن هم يبدعوا ونشجعهم في الحضور في النقاش، نكون حاضرين نحضر نناقش نستمتع نقاش علمي، وبالتالي نقدر نستفيد من كل وقت عضو هيئة التدريس، ننهلوا من علمهم وقت. يعني بعد ما حضراتكم تتخرجوا زينا ماجستير ودكتوراه مش هيكون عندكم وقت كافي غير لابحاث ونشر ابحاث مؤلفات، اما في انتم في الحاليه تقدروا تنهلوا من اعضاء التدريس. الحاجه الثانيه نشر المعرفه اللي كان بيتكلم عنها الاستاذ محمد مشكورا. كل معلومه حضرتك بتاخدها زكاه العلم نشره، زكاه العلم مش الادراك. فبعد اذن حضرتك خلصت المحاضره انشر المعرفه بتاعتك على اي وسيله من وسائل التواصل مع هاشتاج الجامعه، وصل المعارف والمهارات دي لكل المحيطين بينا، نكسب ثواب واجر منفعه دنيا واخره. ورجاء خاص نركز على النقطه دي. اعتمادات، احنا عايز اقول لحضراتكم برغم الاعتمادات اللي موجوده انتوا دايما بتسمعوا كل فتره عن اعتماد جديد، والجامعه بتشتغل على قدم وساق، ولكن ما ينفعش نبقى شغالين في اعتماد ونقول يا صاحبي شغالين عليه ما بنعلنش عنه غير في الحصول عليه. يعني في الاسك حصل كده، الاي بي ام حصل كده، وبالتالي شغالين على اكثر من جهه اعتماد، وكل يوم هتسمعوا فيه شراكات وفي اعتمادات جديده تفيد صالح الجامعه، لا تقلقوا. احنا نوعدكم باسم اداره الجامعه واسم زملائنا الاداريين والاكاديميين ان الجامعه بتاعتكم هتوصل لابعد مما تتمنوا ان شاء الله، وده يعني وعد من الاداره ومن سعاده المستشار ومن رئيس الجامعه. فتاكدوا ان احنا طول الوقت شغالين باكثر مما تتمنوا. يعني تخصص الإدارة، إدارة عامة، إدارة أعمال، هو إدارة عامة، إدارة فقط. يعني إحنا عندنا إدارة، إدارة مشاريع، إدارة مخاطر، ده في الماجستير. أما في البكالوريوس إدارة وإدارة مشاريع. طيب في حد بيسأل عن الجدول الدراسي مو موجود على الموقع، وش الحل؟ طيب هو موجود تبقى زي ما قلنا لو دخلت على المنصة الأكاديمية، خليني أعمل لكم شير هنا. لو دخلت هنا ودخلت على الجدول المحاضرات، ده حسابك في المنصة الأكاديمية، لو دخلت عليه ودخلت على جدول المحاضرات هيظهر لك جدول المحاضرات زي اللي ظاهر عندي دلوقتي ده. لو حذفت مادة هيختفي المادة دي من هنا، أضفت مادة هيتحط مادة جديدة. فدي المواد اللي فعلا أنت بتدرسها وموجودة عندك في السجل الأكاديمي بتاعك ونزلتها للفصل الدراسي. فدايما خلي مرجعك هنا بعيدا عن الجداول الأخرى. باقي الجداول هتلاقيها في هنا الخانة بتاعت الجداول، ولكن هتلاقي فيها كل الجداول. في بعض المواد قد تكون مناسبة لزميلك مش مناسبة ليك الجدول، أنت منزل مواد غير مختلفة عنها، تخليك على جدول المحاضرات.
تدخل جدول المحاضرات اللي هو موجود هنا في الاس اي اس، وتطلع على المحاضرات واوقاتها واسم الدكتور وحلقات النقاش. تقدر تاخذ الرابط بتاعها من الموديل بينشره الدكتور في صفحه الماده. اللي بيقول نقدر نشتغل في الشهاده في لو انت تمتلك مهاره اداره المشاريع. يا سيد الفاضل انت مش محتاج شهادات، لو تمتلك كل مهارات مدير المشاريع يا بل هيبقى معاك شهاده قويه باعتمادات مهنيه قويه عالميه، تقدر في اي مكان، بس على حسب المؤسسه اللي انت رايح، يعني على حسب المؤسسه اللي انت بتقدم فيها. الاختبارات النهائيه بتكون في فتره مسائيه وليست فتره صباحيه. لو الانترنت قطع معاك اثناء الاختبار بنكون في موجودين وقت الاختبار في ساعات مكتبيه بنخدم حضرتك، والفريق التقني بيكون موجود بيخدم حضرتك زي كده لا تخف. في ترم صيفي احنا عندنا ربيع خريف ربيع ترم صيفي. كم الاجازه بين الفصول؟ لا يوجد اجازه، حوالي 15 يوم. في حد كان بيسال الاستاذ محمد بيقول بكالوريوس اداره، لا بقول انت مش بترد عليا نعتذر ليك معلش سين. احنا بس بعت لنا وعنينا، يعني ابعت دلوقتي على طول تذاكر ومباشره هيتم الرد عليك ان شاء الله. اللي بيقول في بكالوريوس اعلام رقمي موجود على الموقع ومش موجود في قبول وتسجيل. بكالوريوس اعلام رقمي لسه ما فتحش، منتظره، خليك في الانتظار، لو قدمت معانا كون معانا. ينفع نخليها صباحي نخطب؟ مش فاهم سؤال حضرتك عن ايه، بس احنا دايما محاضرات مسائيه على اساس انه معظم الناس موظف. في منح في الاعلام، في منح في كل التخصصات، بس بتتم فتحها بوقت معين وبيكون لها معايير معينه وبتم غلقها بوقت معين. طيب دكتور وبالتالي عشان حد يتابع المنح. انا اسف دكتور قطعتك. المنح طبعا بتنزل مع بدايه الفصل الدراسي، بدايه التسجيل، نفتح لينك المنح. في طالب هنا بيسال على المنح بتاعه الماجستير الامن السبراني او المنح الخاصه بتقنيه المعلومات، دي ما فتحتش الفصل الدراسي ده وقد تفتح ان شاء الله في الفصول القادمه. لا معلش تاني مركز في الاسئله. طيب تفضل يا دكتور، عندك استفسار؟ كيف احصل على ايميلات الدكاتره؟ ايميلات الدكاتره هننشرها لحضراتكم على التليجرام، تمام؟ وعلى قنوات التليجرام تقدروا توصلوا ليها. كل عضو هيئه تدريس في المحاضره التعريفيه هتلاقي وضع الايميل بتاعه. كمان في الساعات المكتبيه كل يوم سبت هتلاقوني انا موجود فيها ان شاء الله، والاستاذ محمد، باشمهندس احمد الباز، كل الاقسام الاداريه هتلاقينا موجودين وبنعرضها في اول شريحه. طيب دكتور، في واحد بيسال عن الفصل الصيفي، هل في فصل دراسي صيفي او لا؟ في فصل دراسي صيفي، احنا ماشيين بنظام الترايمستر، ثلاث فصول دراسيه، خريف ربيع صيف. السداد الاستاذ محمد اللي يقدر يجاوب حضراتكم عليه. يقول لي بس في استفسار وانا اجاوب. بيقول انا لم اسدد، متى اخر يوم للسداد؟ اخر يوم للسداد قلنا يوم 4 اكتوبر. اليوم واحد بقى 3 ايام ويقفل السداد. من بكره استاذ هدى بتقول بكره تبدا المحاضرات، المحاضرات بدات النهارده الساعه 12 الظهر. هل توجد واجبات اسبوعيه؟ لا يوجد واجبات، ولكن يوجد اختبارات اسبوعيه مصاحبه للمحاضرات المسجله. كم شهر الماستر؟ الماستر ثلاث فصول دراسيه عام كامل. في منح للترم الجاي، بتفتح المنح زي ما قال الاستاذ محمد مع بدايه الفصل الدراسي وتغلق مع نهايه التسجيل. دكتوراه اداره المشاريع الى الان شغالين عليها بس لم تفتح بعد. الله، الطلاب متحمسين ومميزين، وان شاء الله نكمل معاكم النقاش في خلال الاسبوع الدراسي. ممكن يكون في ساعات مكتبيه خلال الاسبوع الاول، هنبلغكم عليها من خلال التليجرام. إذا عندكم أي مشكلة في الدخول أو كده، بس مباشرة تواصلوا مع القبول والتسجيل. ونشكركم على سعة صدركم وإن أنتم كملتوا معنا إلى نهاية اليوم التوجيهي. يعني أنا عايز أقول لحضراتكم نصيحة أخيرة دايما كنا ننصح بها، لو أنت عايز تجيب امتياز دايما أساتذتنا اللي قبلونا نصحونا بها، وعايز تحقق ترتيب اكتب كل كلمة الدكتور بيقولها سواء كان في حلقة النقاش أو في التسجيل، كل كلمة تفرق معاك
تكتب كل كلمة وتسجلها تطلع عليها، إن شاء الله هتلاقي نفسك في الاختبارات بتأدي أداء كويس. شكرا لكم وتعبناكم وجهدناكم في الوقت، شكرا لحضراتكم وعام دراسي موفق، واحنا في خدمتكم على مدار الساعة. حتى اللي ناقصه معلومات ما يقلقش، لسه قدامنا 7 أيام، احنا في حالة تأهب، كلنا قاعدين على التذاكر بنرد عليها، والتذكرة بعد 24 ساعة تقلب لونها أحمر، وبالتالي بنلاقي إدارة الجامعة هي اللي هترد عليك قبل ما احنا نرد عليك، فلا تقلق، ابعت التيكت وبنرد عليك خلال 24 ساعة. شكرا لكم، حلقة النقاش كل يوم على حسب الجدول بتاعكم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، رعاية الله. بالتوفيق إن شاء الله.